السلام عليكم الناس المتابعين ديال اكس بلا، مرحبا بكم في حلقه جديده. دونك حلقه ديال هذه النهار غادي تكون شويه سبيسيال، تقدروا تعتبروها بحال واحد اي ام ا ديال العام كامل. دونك غادي نحاول سوري يعني تقدروا تعتبروها كما قلت بحال اي ام ا ديال العام كامل. غادي نحاول نديسكوتيو فيها بزاف ديال النيوز اللي وقعوا هذا العام كامل، ونجاوبوا على الاسئله اللي كانوا بدات كيتسولونا بزاف طيله هذا العام. وغادي تكون فرصة ان حلقة مفتوحة كذلك على الأسئلة ديالكم. دونك اللي عندكم شي سؤال صيفطوه لينا في التعليق باش كنصان ندسكوتي، ولا شي موضوع اللي تبغينا ندسكوتيو عليه اون ديتاي نقدروا ناخذوا شوية الوقت ندسكوتيو. دونك اوف كورس معنا الشباب ديال هاد النهار هذا، غالبا الدراري ديال الكورتيم، باش غادي نجاوبو ونديسكوتيو شويه نشوفو العام كيفاش داز. خليكم مع هاد الانترو الصغيرة ونرجعو باش نبداو الديسكوسيون ديالنا. السلام عليكم الشباب، كيف الحال؟ صباح ما راه ما كنسمعكمش، راكم كلكم ميت. كي دايرين بخير؟ انت يوسف توحشناك. ويا شحال هادي صراحه كنت مريض واحد شويه، ولكن دابا راه يلا حلقيت تقاد باش نبدا ندوي معكم. الحمد لله. اوكي كيما قلت لكم في الانترو غادي نحاول اننا نديسكوتيو شويه شنو وقع هاد العام، يعني لي نيوز اللي كانوا بروبلي مهمين بزاف، نحاولوا نعاودوا ديسكوتيهم واخا ديسكوتيناهم بليزيوغ فوا في لي زيبيزود تاع يما، وكذلك نحاولوا نجاوبوا على دي كيستيون اللي كانوا تيجونا بزاف. هي هذا ما كان تقريبا المهم فيغ ميزيغ ديسكوسيون، هضره كتجيب هضره معنا السي عثمان ديما، دونك غالبا غادي ندخلوا في شي تفاصيل. المهم تبعونا هو ليسونسيال. اوكي دونك الشباب مرحبا بكم. صراحة هذه الحلقة هذه كتحط واحد السؤال في الأول، هو خصنا نسولو الشباب اللي معنا هنايا كيفاش داز العام ديالهم. بعد هو الأول عاد نشوفو التيك شنو كان فيه. كده ما سهلاش. شحال اليوم في الشهر؟ 24. قول سهلة. المهم نفترضو أنه سهلة. كي داز العام؟ واش بحال كاع الأعوام كان شي تغير؟ لا كاين طبيعة الحال، كل عام تيكون جديد، كل عام تيكون تغيرات وكذا، سورتو في التك شفنا واحد النهضه كبيره، واحد القفزه نوعيه في المجال ديال الاي اي. جو بونس كنا هضرنا عليهم في شي حلقه من الحلقات ديال جيكس بلا بلا، وصافي ما عرفتش عبد الرحيم وعثمان ولا زيد يقدر يقول يعني ماشي صراحه على التك، وانما بيرسونالي واش كان شي تغيير ليكم العام؟ الحال ديما تيكونوا ديما تيكون جديد ديما الجديد، ديما الجديد مع مريم. المهم القطع اللي كيعرفني راه غادي يعرفني اللي جبت. كيوا السي عثمان واش كيداير عندو العام؟ بخير الحمد لله، بعدا ملي وصلنا لاخر العام هذا بعدا وحده. الحاجه الثانيه كنطلب الله الله يعطينا الشتاء، هذه هي الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه يعني راه فهمتي راه تيبلاني بغا الشتاء هو ضروري. خويا الشتا خويا، لا يلاه خويا، ملي ولينا نسمعوا دابا يولي يقطعوا لنا الماء وداك الشيء خويا. تتشوف الفلاحه كتخرج دابا، تخرج بيكا راه تبغي تنفس، كتصيب الدنيا بحال الصيف، راه ماشي ساهله لا نفسيا لا جسديا، ما قضيه مدايره. والحمد لله يعني سنه كانت الناس يحاولوا على الماء ياك عثمان. هذه حاجه اساسيه يعني، نحاولوا على الماء، لان هاد العام هذا الى رديتو البال يعني شهر 12 ما صباتش فيه الشتا، شهر 11 وكاك شهر 10. طلبوا الله تصب الشتا ان شاء الله في الشهور الماجين ويتسقى العام هذا النيت. هذا هو اسمع حاجه كانت هنا. ما سينو سنه مليئه بالتجارب، يعني سنه اللي ما فيها التجارب يعني اللي نستافدوا منها، فيها اخطاء فيها حوايج صحاح ويا غاديه، دونك استافدوا دائما. اوكي سي عبد الرحيم، سنة باردة اوف كورس. سنة باردة جدا، انا باقيتش متأضبطة صراحة. ولكن على العموم دازت مزيانة، فيها بزاف ديال الحوايج، ما تعلمش كوطي بيرسونيل تا بروفيسيونيل، بزاف ديال الحوايج كانوا اخطاء اوف كورس، زعما الحاجة اللي سيغ انهم كانوا اخطاء، وغنحاولوا نتعلموا منهم ان شاء الله العام الجاي.
انا اضم صوتي الى سيجمان وحاولوا على الماسترس ادريك وداك الشيء وصافي ماشي ليك. شكرا شكرا. دونك الناس اللي كومونتير الى كان العام ديالكم زين حتى نتوما غير دوي. قال لك محمد واش تعلم شي طيب؟ يس صراحه اي ليفل اب ماي سكيلز في الطيار باقا ما وصلش النيفو ديالك ولكن راني غادي زعما just for the context عبد الرحيم راه تحول لدولة اخرى دونك طياب ولا واحد السكيل اللي هو ريكوايرد سينو هادي تموت اسي من هنا العام الجاي يجي شارك معنا التجربه ديالك شنو مال الوسط اللي تعلمتي نديرو معاك يير ان ريفيو ديال الرحيم صافي خاصنا نديرو مع محمد هو الاولاني محمد هو مع محمد هو الاولاني هو اللي ود الوحش هو نجح هو وصل اوكي صراحه كي المهم اضم صوتي الى صوتكم صراحه يعني كدعم صراحه كان زوين ما كانش تغيير كبير جدا كان از يوجوال بلو بار ديال لي تروك يعني تحاول انك تستافد من ليكسبيريونس ديال العوام اللي فاتوا وتحاول انك كما قلتي كدير شي اخطاء اللي ما خصهمش يتداروا بات اوفر اول لايك العام كان زوين وكما قال ما حدك مازال بنادم الصحة ديالو ومازال ستيل وركينغ اكسيتيرا يتسكوت الحمد لله شكرا لله. السؤال اللي عندي وما عرفتش نتوما صراحة الشخصية ديالكم كيفاش دايره واش نتوما من الناس اللي كيحطوا لي جولز في الاول العام وتيشوفوا في الاخر العام واش دارهم ولا انا كنت من هذوك الناس اللي كيديروا الجولز وريزولوشن واللعيبات واكتشف ان داك الشيء ما كيصلح لحتى شي لعبة لانه كدير واحد الجولز اللي كيبقاو اوبسوليت لا تلقى حتى شي وحده فيهم ما كتعاودش شي واحد انا ابسورد ملي كدير ريفيو كيبان لك بحال داك التيا كتحلم احلام اليقظه في الاخر العام باش ديرهم في واحد العام واحد اخر اللي ما عرفتيش شنو غادي يطرا شنو غادي مي سينس تقريبا سينس كوفيد مني طرات هذيك الكارثه ديال كوفيد ما بقيتش كنثق في شي حاجه سميتها الريزولوشن والجولز واللعيبات اللي جات مرحبا ويل اش بالك عثمان الصراحه انا كنتفق مع مريم في هذا الطرح هذا يعني ديال انه الى نجيو زعما نشوفوا العام بواحد ديك النظره ديال انه خاصني نحط بلانينغ يكون بالورقه والمسطره وداك الشيء يكون مدير كتبان لي بلي شي حاجه اللي هي ما مزيانش حتى لواحد تاع الصحه النفسيه ديالو سي كيف كتولي خصني ندير هادي مثلا خصني نقرا 52 كتاب في العام نقرا كتاب في السيمانه صعيبه يعني هذا اصلا تتصيب يعني قول لي هو نو رياليست ما غاديش يكون رياليست كاع ولكن المهم انا بروبلي متفق معك ولكن بحال نتوما كتكلم انا نقول لك بحالاش انا نعطيك مثال بحالاش انا تيبان لي على ان افضل طريقه تحط فيجن تقول مثلا هذا العام هذا عندي واحد الحويجات اللي بغيت نخدم عليها بغيت نخدم على هاد الحويجات هادو ماشي بالضروره مثلا غنحط مثلا واحد تايم فريم ماشي غادي نحطها بالورقه والستيلو غادي نقول بلا انا قبل واحد تايم فريم معين بغيت نوصل لهاد القضيه المعينه وملي وصل هذاك الوقت نجي نشوف علاش ما وصلتش لها ولا واش وصلت لها اكسيتيرا غير هو المشكل دابا اللي تيطرا في البدايه ديال العام تتكون عندنا بزاف ديال الانرجي وبزاف ديال الانتوزيازم اكسيتيرا تقول عام جديد بدايه جديده اذا غندير بزاف ديال الحوايج في الحين على ان الا شفناه غير كواحد واحد واحد الحيز زمني اللي كتحس به اللي تيبان لك الا قدرتي على انك تقول بلا ايه هذه راه فرصه باش نراجع نفسي شنو درت من قبل راه ممكن ديرها طوال العام كامل ممكن ديرها كل شهر ممكن ديرها كل سيمانه وكتمشي على حساب الكونتكست اللي انت فيه راه تيكونوا دي زامبريفي تيكونوا بزاف ديال الحوايج في الاول كتكون هذيك الفوره ديال النشاط وانما اللي غادي يوصل للجول ديالو هو اللي كيشوف الميكرو والماكرو ولا سميتها انا ما كان نشاط صات الفكره ولا لا بان لي انا صراحه انا راه زعما اضم صوتي الى مريم حيت شي خطره كتحس براسك اوفرويل مود الا كنتي كتحط هاد لي جولز اكسيتيرا بات اي جيس لايك الايديا هي انك واخا ما تشيفيش هاد لي جولز اتليست قدرتي واحد ستيب ديال انك تحطهم يعني تعرف راسك فين غادي احسن انك كاع ما تحطهمش كاع تشيز اتفق معك ماشي بحال مثلا غتقول انا خارج في الطريق فين غادي الله اعلم تقول مثلا بلا راني غادي مثلا نقولوا مثلا غادي الرباط وانما نقدر نمشي على لوطوروت نقدر نمشي على الرماني نقدر نمشي في الكار نقدر نمشي في الطوموبيل على حسب اكزاكتلي انا صراحه شخصيا شكون اللي كتجيني زعما
اللي فيها البينيفيت اكثر هي بحال كدير واحد الريتروسبكتيف على العام ديالك، ماشي بالضروره كدير كايند اوف جولز باش تحققهم، ولكن كتحاول اتليست مع راسك ودير ريتروسبكتيف على اش وقع في هذا العام، حيت البليبر ديال البنادم بحال باش كتسولي واش وقع في العام فور سام ريزن، حيت الدماغ كيخدم بحال هكذا يعني تيعقل على اخر حدث بروبلي يكون مزيان يكون خايب اكسيتيرا، تيقول هذاك هو العام كداز، ولكن فاش تجلس مع راسك واحد الساعه ولا شي حاجه وكتحاول تجاوب على دي كيستيون تتحط فهمتي درت هذا الشيء في بروبلي جانيري ولا فيبراري اكسيتيرا، كتحس وكتعرف كيفاش داز العام. ماشي واحد الجزئيه الخوا مهم جدا ان بنادم يدير، وكنظن بلا مثلا ماشي بالضروره ديرو من اخر العام اخر العام، ممكن ديرو باريتيراسيون هكا كتقدر مثلا تجمع في اخر العام تجيك اسهل. اكزاكتلي انا ديما كنعطي ليكزامبل نتاع الكومبانيز ان جينيرال كيديروا باي كوارتر غالبا اييه وكتجيني هاد ديك القضيه نتاع فاش كتعطي شي مثال ما عقلتش عليها كنتي درتيها الحلقه اللي فاتت البرينسيپ ديال ان فاش كتشوف حياه نتاع بنادم مثلا ليتس ميك ات لايك ا بروجيكت ياك، وفاش كتكون ما كديرش هاد الريتروسبكتيف ولا كتبلاني ولا كدير سبريد نتاعك تبلاني ليها شنو غادي دير، كتجي شويه بيزار ان بروجي كيما بغا كان ديال بغيت ديفلوبي ابليكاسيون الا ما درتيش ليها هاد وات وي كول ات اجيل ولا ما شنو يعني دي بروجي كدير سبرينت وكدير ريتروسبكتيف وكتحط الا ما درتيش هاد لي تروك فريمون ما كتلقى راسك ما كتافونسيش، فما بالك بحياه نتاع بنادم. دونك جو كوا اي جيس اتس ا جود اكزرسايز باش بنادم يبدا يدير شوف اللي كاين. هي كاينه ديك القضيه ديال التاسك الا ما حطيتيش ليها ديدلاين واسينيتي في واحد راه ما تدارش تاسك معايا. دونك المهم انا تجيني العام اصلا شي حاجه اللي كونفونسيوني حنا اتفقنا باللي واحد العدد ديال الايام تيساوي عام زعما، دونك ماشي بالضروره انت كل واحد يختار الوحده ديال القياس اللي بغا زعما على قبل الجولز ديالو، كون عندك فيزيون ديال اللعيبه فين غادي وحاول تكون رياليستيك، حيت بلي اهم حاجه هي تمانجي الاكسبكتيشنز ديالك، حيت عاوتاني تقدر مثلا دير ارونوت تبغي تمشي للجيم وتبغي تلقى تلاندينيو جوب وتبدل البلاد وتجوج ودير بزاف ديال اللعيبات، الا جيتي ديرهم كاملين في دقه واحده ما غادي دير حتى واحده مزيانه مثلا. دونك خاص بنادم يكون شويه رياليستيك ويمشي على حساب سير بالبيس ديالك ما تمشيش بالبيس ديال الناس، حيت دابا عاوتاني السوشيال ميديا تلقى بنادم تي بارطاجي مثلا التشيك ليست ديالو فيها الكتوبه اللي غيقرا باغي طاهر صاحبي فيها بغي شي بغي ياخذ بيرمي ديال الهليكوبتر شي كل واحد شنو بغى يدير فهمتي، داكشي كامل زوين زعما ان نوتشيل زوين، ولكن انت شوف داكشي اللي محتاج ولا اللي خاصك تطوره سموري تصابوت لايك ريتروسبكتيف وتشوف هذاك الشيء اللي ما داش مزيان تحاول انك تفيكسيه في العام الجاي وصافي، بحال هكا غتكون غتجيب زعما البينيفيت، اما بحال هكا تنوض مع الصباح وتقول غندير تشيك ليست وهذا بيرسونيلمون انا ما تنديرهاش. انا نسيت واحد الحاجه اللي قال عبد الرحيم، كاين واحد كاين واحد الفريم ورك اللي صراحه زوين في هذا الكوتي هذا، كندوي بزاف على الجولز اجي الواحد يبقى يكتب كاين واحد لاكرونيم سميتو سمارت، لاكرونيم ديال سمارت راه المعنى ديالو هو سبيسيفيك ديك ميزورابل يعني خصو يكون تقدر على انك تميزوري داك الجول، كاين عندك كاين الا كيعني على انه اتينيابل نقدر نوصل ليه، الار راه خصو يكون زعما شي حاجه لي ريليفنت، و تي هو تايم باوند يعني خص يقول واحد لوجيكتيف مثلا انا غادي بغيت مثلا انا بغيت ناخذ البيرمي بغيت ناخذ البيرمي مثلا قبل شهر 5 اذا علاش بغينا ناخذ البيرمي راه على كذا وعلى كذا وعلى كذا، و حتى غادي هكذا ملي كتحاول على ان فاش كتحط واحد الجول كتحاول على انك تشالنجي كتخرج من ديك القوقعه ديال حقه راه بانت لي واحد الحاجه عجبتني بغيت نعمر هذيك التو ليست ديالي باش نتسنى راه كنتسنى ب 2024 بواحد لونتوزيازم كبير، وما كتحش فهاديك القضيه اللي كتكون مثلا في السوشيال ميديا راه حيت واحد مثلا مشى للجيم انا خصني ندير جيم، والا ما كانتش مثلا لاصال فلانيه راه ما تسماش دير جيم، مي يقدر يكون عندي كونطراس حنا اخرى تقدر تبدا مثلا عند تمشى خرج 30 دقيقه تمشيتها في النهار في الشميشه راه درت راني ربحت وهي غاديه. دونك انا ديك الحاجه اللي بانت ليا واللي سلكتنا حتى حنا في اللوجيسيال ولا سلكات في كاع اي حاجه كبيره كنشوفوا في الدنيا هذه زعما التصاوبات هي ليتيراسيون، ملي كنقولوا ايتيراسيون كتقول يعني كتقتنع بان راه غادي تغلط وكتقتنع بان غادي تصحح وغتصحح بواحد الوتيره اللي هي دائمه، الا مشيتي هكايا
كما قال عبد الرحيم ماشي بالضروره ديرها من العام للعام، يعني اللي كتبقى غير واحد الكونستراكت اللي حنا اللي درناه تقدر ديرها مع راسك في واحد البيريود اللي انت كتسلك بحال كما قلتي نتا يوسف، يعني كاين لا سميتو الكومبانيز كيديروا كوارتر بور كوارتر وانت غادي at your own pace. يا واش ني على حسب لي كاباسيتي ديال كل واحد، مي بوستيك كيما قلت شي داك القضيه اللي قلتيها تما قبيله ديال ماتال هيلث، حيت كتلعب بواحد الدور كبير في هاد البارتي بزاف تي نيجليجيو، تما تدير بحال هكا كدير لا بريسيون على راسك، لا كتبقى مضار دوزيام راسك لا خصني ندير وراه الاخر العام ديدلاين لعيبات راه مالك اخويا شكون جري عليك شويه عليك اكيد هذاك البريسيون مهم لواحد الدرجه اكيد ديك القضيه ديال فوق فين شوف اتوم اكستنت ولكن في بحال هذا ديال الجولز لا هذاك البلان ديال سميتو خاص تكون على ليفل ديال ستريس باش تكون برودكتيف اكزاكتلي، حيت راه قال عبد الرحيم قبيله ديال انه دائما باش ما كتحطش ديدلاين شي حاجه كتاخذ داك الوقت اللي عطيتيها، هذا كونسيبت زعما كلشي كيعرفو، دونك كل ما فرصتي راسك انك دير شي حاجه كل ما كيكون احسن، ولكن البروبليم هو هذاك درو ذا لاين بيتوين واش شي حاجه اللي تكون مزيانه ولا داك بلاصه فاش غادي درو ذا لاين انت الوحيد اللي ممكن تعرفها اي جيس. المهم هذا هو كيقولوا لي ذا 1 مليون كويشن، بزاف ديال لي كويشن تيكون فيهم خصك فين تحط فهمتي ذاك البالانس فين تحطو نو وان كان اسال كويشن. كاين واحد القضيه هنايا هي ديال انه خصنا ديما نديرو في بالنا عندنا 24 ساعه في النهار، إيش كدير 24 ساعة في النهار فاش كنبداو كنتاني فيه يعني في الدماغ ديالنا كنبداو نتخيلو كنصحابو بالله عندنا واحد الوقت ليميتي، في حين على أنه الحياة دابا اللي عندنا فيها بزاف ديال الحوايج، مثلا خدام من البيرو كيدير لك غير باش تبريباري راسك باش أنك تخرج بشي مثلا شي ترونسبور خاصك شحال الوقت باش ترجع تاني في العشية إكسيتيرا، دونك يعني راه كيكون عندنا بزاف ديال الحوايج اللي كيقدروا يامباكتيو النيفو ديميرجي ديالنا ديك المنتال ريزيستنس باش انك تبدا واحد الحاجه اكسيتيرا، دونك حتى هادي شي خصنا نديروا عندنا في الحساب باش تقول بالله واحد لو قول واش واحد لوبجيكتيف واش رياليزابل ولا لا. هادي انا كتبان ليا من الحوايج اللي كدير لنا مشكل، كنحطوا واحد لونسوم ديال لي زوبجيكتيف ما تنحطوش راسنا في الكونتكست تولي تتسيب راسك وما قدرش نوصل دوك لي زوبجيكتيف ديال انا وشوف لنا راه دار وشوف لنا راه دار لي في ديال السوشيال ميديا عاوتاني وكنطيحوا في واحد سبايرالين طيب معك سارة. وحتى السوشيال ميديا كيفاش سوقت لها القضيه نتاع سيتين جولز اكسيتيرا بنان سمعوا تي اكسيتيرا عطاتها حتى هي اف نيجاتيف ديال انا بنان اصلا ولا طلع لي هذا الشيء فراسو، واخا انها هي از ا كونسيبت بلانينغ ثينغ اتس ذا بيست ثينغ يو كان دو باش انك تاتشيف يو تو بي اونست. ولكن بحال كلشي زعما لايك ديما تلقى واحد الموفمون ديال الكابيتاليزم تيركب عليه، مثلا غتلقى الناس تيبيعوا ابس ولا تيبيعوا بلانرز ولا شي حاجه بحال هكا وتيقول لك انت راه خاصك ضروري تشري بلانر يو دونت هاف تو، زعما انت لا عارف راسك مثلا عندك جول واحد هذاك العام راه ما خاصكش كناش فيه 50 ورقه باش تكتبوا فيها. تقدر تشري الفصار ديال 24 ورقه ودير فيه اللي بغيتي، شريها بدرهم ونص جوج دراهم ما بقاش شي الثمن القديم هذا برا اكثر السري دو 24 يكتب فيه. دابا هذا هو المشكل، متفق معك دابا فاش دابا المشكل دابا اللي ولا في السوشيال ميديا و ديال اما سيرين اد ولا سيرين مارشندايز كليفين كتصيب اونست تو ايرث ادفايس. انا هذا العام هذا الى نجيو على اونست تو ايرث ادفايس ولا ديك اونست اند داون تو ايرث ادفايس صبتها عند واحد زيد في كتاب اللي هو بيلد ديال توني فاديل، هذا العام كملته دونك كملت الكتاب قضيت فيه وقت طويل تاني كل يومين ثلاث ايام تنقرا شابتر مثلا لواحد الحاجه، هذا فريمون هو الهايلايت ديال الكتابه اللي قريتها انا في 2023 احسن ما كاين. هذا كتاب لي تي دو ماك رياليست، واحد السيد اللي داز من دي زيكسبيرونس كبار في التك وماشي عطا غير في التكنولوجي بوحدها، هاو تو ران مثلا تيمز، هاو تو انتجريت مثلا الكومباني ديالو فاش شراتها جوجل اكسيتيرا، دونك كاين واحد بزاف ديال الحوايج واحد ممكن يتعلمها تماك. وهذا هو المشكل دابا اللي ولا عندنا في السوشيال ميديا، دير از تو ماتش نويز، تدخل اليوتيوب تدير برودكتيفيتي كتصيب مثال في طريقه وطريقه. انا نعطي مثال في يوتيوب مثلا داك يوتيوبر علي عبدال مثلا تنطلو في 2017 2016 ادفايس اللي كانت عنده كان زوينه تيعطيك داكشي طق طق طق، دابا وليتي تتفرج فيديو بحال باغي يبيع لك شي حاجه، ديما باغي يبيع لك شي لقطه ولا باغي يوريك شي حاجه في شكل، دونك ملي كتجي تشوف يعني هنايا ديك الخلاصه ديال هادشي كامل واحد السيد ولا واحد السيده عندها واحد الطريقه ديال الخدمه ماشي بالضروره خاصك تادوبتيها كما هي، علاش؟ لان لي دو كونتيكست مختلفين،
اذا كتاخذ منه ولا من هذا داكشي اللي غتستافد منه وداكشي اللي غيخدم ليك وباريتيراسيون غتلقى الطريقه ديالك. هذه هي النصيحه انا نقدر ننصح. يعني ما كاينش شي واحد غادي يجي يقول لك شوف راه غادي نبيع لك واحد الكورس غادي يدير لك حياتك، هذيك راه ما كاينش. وداك اللي تيقول لك غادي نعطيك واحد الكتاب اللي غادي يغير لك حياتك، هذيك راه ما كاينش. غادي يعطيك دي زيليمون، يعني دي زيليمون دي بونس، يعطيك واحد شذرات اللي ممكن تجمعها باش تعطيك جواب، وداك الجواب انت اللي غادي تبنيه انطلاقا من التجربه ديالك ومن السياق اللي انت عايش فيه ومن الحوايج اللي خصك دير. راه ما كاين. اوكي شكرا شباب. صراحه انا كان عندي واحد صراحه لا ماشي العام اللي فات ولكن العام اللي قبل منه، كنت فاش ذكرت هذه القضيه ديال ان شي واحد بغى يبيع كتاب اكسيتيرا، كنت بحال واحد ختنا كدير واحد البلوغ سي با كتكتب، كندوي عليها جو جيمس كلير خونا ديال اتوميك هابيت، وكانت دايره واحد الكتاب، ماشي كتاب وانما بحال واحد بزاف ديال الوراق فيهم دي كيسيون، باش مثلا انت فاش تجي في الاخر ديال العام ودير تبغي دير داك ريتروسبكتيف نتاع العام ديالك كامل، شي خطره باش كتجلس مع راسك ما كتعرفش شنو هما الاسئله اللي تصور راسك باش تجاوب. That's like a very hard question باش انك تعرف اش وقع هذا العام. دونك سكيفي هي دارت واحد كتيب صغير فيه بزاف ديال الاسئله وكتحاول انت تجاوب عليهم، اسئله اللي في العمق، وصراحه غير من خلال انك تجاوب عليهم كتعرف فريمون كيفاش العام دارت. دونك صراحه ما بقيتش عاقل على سميتها ولا whatever like the book، but I guess الا قلبت راه غادي تلقى بزاف بنادم كيدير هاد kind of things بالنسبه للعام، يعني year retrospective شنو هما الاسئله اللي تقدر تسول راسك. وديما كيكون هذا الاكزرسيس صراحه زوين واخا كياخذ لك بزاف ديال الوقت. اي ريمبر خدا ليا شي يومين وانا كنحاول انا نكتب داكشي اللي نحاول نجاوب على ذوك الاسئله، ولكن كتخرج بخلاصات اللي هما ماشي 100% correct ولكن at least make sense بالنسبه للعام كيفاش داز. انا متفق معك اخي يوسف في هذه القضيه ديال انك كتبني على الاكسبيريونس ديال شي حد اخر، صراحه شي حاجه اللي زوينه ديال انه كتعطيك منين تبدا، وهذا هو الحاجه اللي صعيبه والحاجه اللي بارطاجي سهله هي كتبين لواحد مثلا الطريق منين يبدا، وديك الساعه ملي كتبقى تدير داك ليكزيرس افورس كديرو كتلقى طريقه ديالك. بحال عرفتي بحال فاش كتفوركي شي بروجي في الاول كيعطيك ستارتين لاين، وكتقدر يعني كتايتيري على حساب بيزوان ديالك. يا صحيح. اوكي شباب كنشكركم على حيت بارطاجيتو معنا شويه ديال الجولز اكسيتيرا بالنسبه للناس اللي كيشاهدوننا، ما عرفتش الصراحه شنو هي الطريقه ديالكم. نجيبو سي محمد نشوف اش كيعاود. نجيبو سي اهلا. وي السلام عليكم. السلام. والله يفاود من الاول عافاكم على قبل. خليكم معايا دير له الجينيريك يوسف في راسه راه يلاه. ممكن ندير رمارك لي بروبلي كي زعما داكشي اللي قلنا ديجا ديال ان الملتي تاسكين بزاف ديال لي كورس يكونوا ماشي مزيانين وخصك تفوكسي على حاجه وحده. جو كرو ذكرها عبد الرحيم يا جو كاع الناس كي كانوا كيكدوا على الحوايج اللي كنا كنقولوهم. قال لك واش كاين شي اب لي تقدر تعاون في هذه القضيه هذه؟ صراحه انا كنخدم تيك تاك، هي تو دو ليست ما عندها حتى شي علاقه بالجولز اكسيتيرا، ولكن زوينه انا كنخدم بها حيت كنركوموند يوسف واحد التولك اكزاكتلي. نورمالي كاين تو تايب اوف بيرسون، تو دو ليست بيرسون ماشي تو دو ليست بيرسون. انا هو ماشي تو دو ليست بيرسون. انا صراحه انا نقول لك علاش بروبلي انا ماشي من هذوك الناس اللي مثلا غادي نحط تو دو غادي نديرها، ولكن المشكل اللي كان عندي بروبلي بعد تيك توك بحال فيكساتو هي فاش كيكون عندي شي حاجه بحال عبد الرحيم قال لي شي حاجه خصني نديرها ولا تما كتبقى لي في دماغي كديرونجي، سكي في حطيتها في شي حاجه اخرى كنت هنا منها نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش، هذاك اتس انذر كويشن، بس غير تحيدها من دماغك كايند اوف ريمايندر يوسف. ها بحال ريمايندر يعني ترجع لها من بعد بحال ريمايندر. هناك كتجيني الورقه ملي كنسالي منها كنشدها كندير بحال كل لوحه، هذاك هو الاحساس الزوين كضيع البيئه سي عتوان. وكنديروها ديجيتالمون والاخر نديروها مره في ون نوت مره في ورقه انا ولقينا هادي هاني المهم معنا نقدر نبارطاجي معكم اللي معاك نعرف التفاحه مع ما خسير كمل التفاحه على خاطرك. لا صافي هاني
اوكي ما عرفت سي محمد اش بان لي في الديسكوسيون اللي كنا دايرين على لي جولز اكسيتيرا، واش انت من الناس اللي كيحطوا لي جولز وكيجيو في الاخر العام واش وقع ولا عايش فهمتي الحياه؟ عايش بوالي اخويا، عايش بوالي. يا بالعربي كتسمع عايش سبهله لا فهمتي بحال الدنيا واخا سبهله عايش بوالي واخا سبهله لو عرفتيش من عند اخواننا المصريين بان لي اكزاكتلي. لا ما كنحطش لي جول، ما كنحطش لي جولز بصراحه بزاف. يكون عندك المهم غنعاود غير داكشي اللي قلتو ديال زعما ماشي بالضروره ديرها كل فراس العام، باسكو راس العام كتسي ساعه ماشي حيت راس العام كي بعيد 365 يوم 65 المهم عام 12 شهر بعيده بزاف باش حيت الحياه العام كيدور فيه بزاف ديال لي زيفينمون، دونك خصك تادابتا خصك شويه لين واجيل في كيفاش كتراسي حياتك داك العام. تقدر تقول مثلا بغيت ندخل لاصار وبدا نتريني 4 مرات في السيمانه، وتقدر يوقع لك شي اكسيدون تفدع في رجليك وما غتحققش هذا الجول هذا. دونك خصك تكون لين في زوبجيكتيف ديالك، كاين شي حوايج انت كتكونترولي وكاين شي حوايج انت ما كتكونتروليش. دونك والانسان عاوتاني ما يكونش نقاطعك القضيه ديال انك تكون لين في لي جولز نتاعك، راك بحال قلت اسيمي بانهم خصو يكونوا عندك بعدا ياك. ممكن حيت دابا الانسان بطبيعته ما كاينش شي واحد ما عندوش الجولز واخا كيقول لك ما كنحطهمش، غير كاين في الفرق اللي كاين كيدير كي ابليكي لي ميثود. دابا حنا بحال كندويو على لي ميثود وشنو هو حق لي بيست براكتيس داكشي، ما كاينش شي واحد كيعيش الحياه ديالو بلا ما يحط عنده شي جول. ما كاينش واحد كيفيق في الصباح شي ديك الكل كتقول غنمشي للقهوه راه جول في حد ذاته، غنفيق في الصباح غندير شي حاجه ولا غنمشي غنقلب على خدمه، هذا سي اوبجيكتيف. حنا كبنادم تخلقنا بحال هكا، كنفيقوا في الصباح ما كنعرفوش الفراغ، الفراغ كيخلعنا كليبه ديال واخا تقول غنمشي غنريح، مي هذاك بالنسبه لك اوبجيكتيف. ضروري خصك تكون دماغك محطوط في واحد ستيت باش يفونكسيوني، ما يمكنش دماغك ما يفونكسيونيش كاع، ما يمكنش تكون دونك دماغك خدام بحال هكا، خصو واحد ليطا اللي يكون حصل لها، ديك ليطا هي جو بونس كتجيني هي الجول ديالو. مي غير كيفاش كدير هاد البلانات هادو، كاين اللي كيبغي يعمر ورقه وستيلو ويشوف لي ميثود ويقيد كاين كي ادوبتي من هنا وكي ادوبتي من هنا، وكاينين بزاف ديال البيست سيلر بوكس. جو بونس هذا كيسيون كبير باسكو حتى الكتب ملي كتشوفهم كتلقاهم دايرين لاباس من هاد لافير هادي، باسكو بنادم ديما في دماغه كيكون معنكش كيفاش غنحقق لي زوبجيكتيف ديالي. والكابيتاليزم جو بونس زاد 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 رسخ هاد المبدا ديال باش تكون سكسيسفول في حياتك خصك تكون عندك دي جولز، ودوك لي جولز خصك تحققهم، الا ما حققتيهمش راك لوزر وبزاف ديال الحوايج. وجد لي في ديال السوشيال ميديا زاد اغراف هادشي، الوغ كو الناس القدام ماشي داك الناس القدام عاوتاني فيها دابا، مي شحال هادي ما كان السوشيال ميديا كنت كتفيق في الصباح كتمشي كتدير ديك الخدمه كتشد ديك البركه ديال الفلوس ومعيش الوليدات وعايش انت بخير راك مرتاح في حياتك. مي دابا داك لي في ديال الكابيتاليزم ديال هو تو بي سكسيسفول خصك دير شي حاجه، خصك تكون عندك دي زوبجيكتيف وخصك ديرهم. دوك الكابيتاليزم دخلنا في واحد السيكل ديال فهمتي عرفتي داك الهامستر اللي كيبقى كيجري، دخلنا في داك السيكل كنري بحال هكا، دونك كتخدم اكثر كتجينيري اكثر خصك تبيع خصك تشري اكثر، دونك كتبقى تخدم بحال هكا. مي ماشي بالضروره ديما هذا هو احسن بلان. الانسان يفكر في كاينين مارت كيفاش وصلت للديسكيسيون كاع بي اني واي انا الشيخ محمد غادي نزيد واحد الحاجه على هادشي اللي قلتي نيت. كنظن بلا السوشيال ميديا غير كبرات هذاك القضيه ديال الكومباريزون، كبرات غير هذاك البول ديال الكومباريزون مع اي واحد تيقدر يتكومبار. عطيت كمثال بسيط، مثلا البلايص اللي كان فيهم اللي كان فيه مثلا الهجره للخارج، فاش كيجي غير واحد مثلا جايب طوموبيل في الصيف تيولي بنادم تيكومبار معاه، علاش انا ما نديرش انا بحال فلان؟ مي دابا ملي جات السوشيال ميديا ماشي بالضروره تشوف شي واحد اللي حداك، مي كتشوف واحد مثلا من وجهه نظر واحد اخر، يعني ملي تتكومبارا مع العالم كامل راه كتجيني قضيه. كاين واحد البودكاست سميتو فيلوزوفايديس ولا شي حاجه بحال هكا، اييه فيلوزوفايديس ودوا على هذا البلان ديال الانس ولينا كاملين اش كتسمى نرجسيين اي السوشيال ميديا خلاتنا ندخلوا في هذه النرجسيه، ديك اللعيبه ديال الانسان بطبيعته كيكون نارسيسيك شويه ياك، والسوشيال ميديا كتزيد تفعل لك هذا البلان. ديك اللعيبه وبداها من واحد البلان، بداها من اكزومبل صغير هو التصويره اللي حتي ما كتلوحش اي تصويره، كتلوح
احسن تصويره عندك عادي ديك احسن تصويره كتبقى تريكي كتبقى تقادها باش انت تبان زوين ولا كاع ديك التصويره اللي خديتي تبان زوينه ما كتلوحش عندك بزاف ديال التصاور في الغاليري ديالك مي كتبين للناس غير احسن ما عندك دونك داك النارسيسيك عاونوا السوشيال ميديا بزاف وعاونوا الكابيتاليزم دونك كنمشي فداك البلان خصني ضروري تكون عندي هاد البيسي باسكو غيبداو يقولوا لي الا عندك بيسي الاخر راه ما بلانش خصني ديما نكون متبع التكنولوجي باسكو الا كنت معطل وخدام مرتاح كيقول لي راك قديم كاين بزاف ديال هاد البلانات هادو اللي خصك تخرج شويه منهم وتكون بيس مع راسك شي فوا ماشي بالضروره تكون ديما ناجح دونك حتى انك تعيش مزيان عايش ترونكيل صايب صحتك راه الامثله المغربيه شبعان في هادشي اللي صايب صحتو يحمد الله واللعيبات بحال هكا دونك خصك يكون عندك دي زوبجيكتيف مي حتى انت ما تنساش راسك وسط ما تكونش هامستر ديما تابع بروغريس وفكر مع راسك. كان واحد الكتاب زوين سميتو ستاتوس انزايتي تيقول لك علاش ولات عندنا القلق من ستاتوس زعما انه خاص يكون عندك ستاتوس هذا وتقريبا جاني شبه هذا الكومباريزون ديال انه شحال هادي الناس كانوا لايك تيعيشوا غالبا غيكونوا فرحانين اكثر منا دابا وحنا ابار انه مثلا اللي عندك الفلوس خاصك تكون سي اي او ولا فاوندر مثلا ولا وليتي فاوندر خاصك تولي بيزنس انجل وديما غادي هذوك الجولز تي انكريزي وانت غادي بحال لا تابعهم وصافي وهذاك راه الا جيتي تشوف راه المهم اللي قلتها محمد اللي هي ديك سميتو ديك الحلقه ديال الهامستر تدخل لها وما تبقاش تخرج منها تبقى غير تدور تلقى راسك اصلا ما عشتيش دابا انت بغيتي دير الفلوس تقدر دير الفلوس ولكن ما عشتيش وانت تدير الفلوس زعما تلقى راسك غير درتي الفلوس وصافي المهم هاد الديسكوسيون غادي للكونكليزيون ديال الحلقه اللي فاتت ديال الفيرما وصافي ياك الخارج وصل الفيرما كاين واحد السؤال اللي يصب في هذه القضيه هذه ديال انه بارفو كيكونوا دي تشالنج ولا دي جولز في الدومين خصوصا تاع الاي تي بحال وان دايز اوف سامثينغ ديال وكاين هاد ترند كاين في السوشيال ميديا اكسيتيرا كيفاش كتشوفوا واش بالنسبه لكم شي حاجه اللي زوينه انا بغيت نشارك فيها ولا انا الصراحه كنظن بلا فكره مزيانه لانك تقول على انه غتخدم ديزانكريمون كل نهار كنريزيرف واحد الوقيته باش انني نكون لي احسن في واحد الحاجه دونك فيسوفيت مزيانه كتبقى غير اشنو اللي فيها كتبقى غير اشنو هما الحوايج اللي غتخدم فيها انا كيبان لي على انه مزيان على انه مثلا بغيت نتعلم واحد الحاجه جديده قد ما خليت واحد الوقيته قد ما كانت صغيره كل نهار راه سلولي باتشورلي غنوصل دونك هذه فكره مزيانه مي كتبقى اشنو فيها لداخل مي اللي صعيبه هي ان تيولي عندك مالتيبل 100 دايز في نفس الوقت بغيت نولي فيت وبغيت نولي بغيت ندير هادي وبغيت ندير هادي وبغيت ندير هادي كتولي في اوفرلود وطيح في البرن اوت هو اللي صعيب دونك تيكين ات ويز مودريشن راه شي حاجه مزيانه وحده بالوحده اكزاكتلي انا هاد الترند ديال 100 دايز كنت درتو صراحه قبل ترنديتو راسي هاد شي 3 سنين كنت درتو باش تعلمت لغه جديده ماشي لغه البرمجه ولكن لغه جديده وتعلمتي ليها كملت بيان سور صافي سال الفيلم ابلا اسبانيول لو اسبانيوليا ابلا اسبانيول يا جبتها لاصقه انا تجيني مزيانه حيت كاينين شي ناس ما تيقدروش يتعلموا بينو وبين راسو زعما هذيك تدير على شويه ديال البريشر باش انه يتعلم ان بابليك بحال تيولي عنده واحد لونغاجمون بالزمن منك انه خاصك لايك تكوميتي ولا تبارطاجي مع الناس شنو تدير بحال هذيك البلان ديال بيلدين ان بابليك حيت اغلبيه كاملين جربنا اننا نبداو لايك سايد بروجيكت وما نكملوهمش ولكن فاش تجي النهار الاول وتتقول في السوشيال ميديا كوم كوا انا غندير 100 داي مثلا ديال بيلدين اكس ولا واي تتولي بحال اونغاجي مع دوك الناس سيرتو الا كانوا تيكومونطيو ليك وتيشوفوا هذاك البروغريسيون ديال البروجي ديالك تتلقى راسك خاصك انه تخدم مثلا خاصك تجبد شويه ديال الوقت وتخدم سو الا خديتيها من هذه الناحيه راه مزيانه ديال انها تعاونك الا ما عندكش شي سيلف ديسيبلين طالع اللي تقدر تريح وتعلم راسك بلا ما يحطك شي واحد اكزاكتلي انا كنت باغي نقول نفس الشيء صراحه السول ابو ديسيبلين كاين اللي ما كيقدرش يقرا بوحدو كاين اللي كيقرا كاين اللي خصو زعما بحال هذيك الاتموسفير انه يقرا كاين عندهم ديك الديسيبلين انه يبدا الحاجه ويكملها
وقلال هاد الناس صراحه. وكاين اللي بحال هاد ديزاكتيفيتي هادو صراحه كتعانيهم، كيشوف صاحبو دار شي حاجه حتى هو كيديرها، دونك هذا هو الكومباريزون اللي كتكون مزيان. اوكي اوكي شكرا الشباب على هاد الديسكريبسيون الجميله. هاد السؤال ما كانش متوقع، جا مع فيغا ميزور ديال لي جولز اكسيتيرا. سمحوا لنا على هاد السؤال غير متوقع، ولكن كما قلت لك خويا الا بغيت نلخص بحال هاد الاسئله ما كيكونش عندهم جواب نهائي. المهم حاول انك تحط راسك. انا بالنسبه لي القضيه ديال انك دير ريتروسبكتيف على شنو وقع اتس ذا بيست واي. لي جولز اجين كاين بزاف ديال لي تيوري، و ديبند اون ذا بيرسون. كاين بيرسون اللي شويه كيكونوا مزيرين تيزير راسو بلا قياس، خصو يكالمي شويه، وكاين اللي راخي راسو بزاف خصو يزير شويه ويحط لي جول. المهم اتس ديبند اون ذا بيرسون، اتس ماشي علم كامل هذه القضيه هذه. اوكي شباب بغيتوا تضيفوا شي حاجه ولا نجامبيو لحوايج اخرين؟ اوكي دونك نجامبيو. عندنا في البلان صراحه كاينين بزاف ديال الحوايج، ماشي بزاف بزاف بزاف، كاين بزاف ديال لي كيسيون اللي كيجيونا في جيكس بلا بلا على طول العام. 10 كيسيون قبل وانا حابسه الضحك، علاش القضيه ديال كدوز نص ساعه كنبداو البارت الاولى ولا الثانيه نورمال. يوسف العزيزي في نورمال نورمال عادي، حاجه عادي والله. لا ديسكوسيون رائعه الشباب، تبارك الله عليكم. تقدر تكمل يا يوسف الله يحفظك. شكرا عطيتيني، ولكن ماشي مشكل هاني. دونك غادي نحاول نجاوب على كاع لي كيسيون اللي شويه كانوا كثار، ونحاول نجاوب عليهم لي مره واحده، فهمتي؟ باش ما نجاوب عليهم حتى العام جاي بحال هذا الوقت تعبت. اوكي دونك اول سؤال اللي كيكون بزاف هو علاش ما كديوش بالدارجه بزاف، يعني كل اللي كيديو بالفرنسي كاين اللي كيديو بالانكلي كاين اللي كذا. واخا انه الحاضر ديال البودكاست هو بالدارجه باش كلشي يفهم، ولكن شي مره كيهضروا الناس بالانكلي بالعربيه او بالفرنسي، اش تقدروا تقولوا جواب كافي وشافي لهذه القضيه هذه؟ انا الجواب كمل كمل يا محمد. كنسكات وبدينا كاملين في الدقه. اغلبيه ديال لي زيبيزود كيكونوا كيكونوا بالدارجه، يعني 90% نقولوا، الا ما قلتش 95%. ابري كيكونوا دي كونترين ديال لونفيرونمون اللي انت خدام فيه. سيدير واحد خدام 24 ساعه 24 ساعه وكيدوي بشي لغه واحده اخرى، سو فرونسي سو لونجلي سو بشي حاجه اخرى. دونك هو دماغه ولا دماغه ولف على انه سورتو الا كانت شي حاجه تكنيك، دماغه ولف على انه يقولها باللغه اللي كيدوي بها كل نهار. واخا الدارجه زعما كتكون 95% داكشي اللي كيقول كيكون بالدارجه. كاين اللي كيقول دي بارتي باسكو كتمشي ليه هكا، كتوقع الدماغ كيتبلوكا كتبان لك غير بلغه اخرى، ولا كتكون مولف في الهضره ديالك على لغات وحدين اخرين. والدارجه ديالنا عاوتاني راه ماشي 100% ما عندهاش قواعد مثبوته، راه الدارجه ديالنا هي تخليطه ديال اللغات باش تكونوا واقعيين. وكتلقى شويه العربيه شويه ديال التمازيغ شويه ديال الفرنسي شويه ديال البرتقيز حتى هي البرتغاليه شويه ديال السبريوليه هي عطاتنا الدارجه اللي كنعرفوا دابا. دونك حنا اصلا الدارجه ديالنا شباكيه. مي كاين هذا المنال ديال كي كتمشي ليه شي لعيبه ولا كيقول لك يبغي يقول شي طاق، ولا كيكون عنده في دماغه بلي راه اللي غيوصلها احسن بهذيك اللغه. الحاجه الثانيه هو كنجيبوا ضيوف اللي ما كابرينش في المغرب ولا دوزوا ان غروند بارتي من حياتهم برا المغرب، اللي هو كيدير يفرض له يدوي بالدارجه مي كيبقى عنده اللغه الاولى ديالو راه ماشي الدارجه. اي كيبان لك انه واش العلم ديالو ما تجيبوش وتجيب شي واحد اخر كيدوي بالدارجه، ولا تستافد من العلم ديالو اللي هو واخا يعطيك غير 10% بالعربيه وشي حوايج اخرى بالفرنسي وبالانكلي اللي نقدروا نفهموها. حنا كنقولوا بلي راه لا ماجوريتي يقدروا يفهموها، ليبيزود كامله كتكون بالدارجه. دونك حتى هو كيدير افور باش انه يحاول يترادوزي الهضره ديالو، دونك دماغو كيخدم تراديكتور، دماغو كيكون خدام مزيان داك الحلقه، يحاول يدير ليفور باش انه يترادوزي الدارجه. مي الله غالب. دونك كاينين دي كاتيجوري ديال الضيوف اللي واخا كنجيبوهم كيكون عنده مشكل كبير انه يتادابط للدارجه ويقولها 100%. والبلان الثالث هو انه كاين اللي ولف انه يدوي بلونغلي كيسها يسرح صافي كيسرح. اللي هما كاينين بزاف مغاربه كيولفوا ان الدار كيدوي بلونغلي، كما قلت لك بنادم حيد دماغ صافي تولف انه كيدوي النهار كله بواحد اللغه، اش كدير داك السويتش كتجيه
كتجيه كتجيه قاصحه. دونك كنديروا لي فور مي راه ما يمكنش كتقول المنفعه ديال الامر هو كي بارطاجي العلم ديالو. كنت كتفكروا مره مره كنفكروا بعضياتنا مره مره كنغزو بعضياتنا مره مره مي كيبقى الهدف هو انه يبارطاجي العلم. وكنعاود ناكد على ان 90 حتى 95% من كاع الحلقات راه كيكونوا كيكونوا بالدارجه. غير هو ديك اللعيبه ديال التدقيق على ديك 5% حيت هي كتسمع في كديرونجي في الودن. مي 95% وبالارقام كاع الا بغينا نرجعوا واللي لقى اكثر من 5% سدو حنا الباب كاع. ماشي حتى لديك الدرجه كاع. عاوتاني البنادم ماشي كونديسيون انه يهضر في 100% بالدرجه حيت حنا المهم من راسنا وجبد. وحتى الغاست اللي كيجيو ماشي عندهم باك جراوند كامل بالدارجه، راه حتى هما كيديروا اني فور وعارف وات دي سايند فور، عارفين اللي جايين. راه جايين بودكاست 100% بالدارجه كما مكتوبه في البايو تاع المهم ديال الكس بلا بلا ولا ديال بلا بلا كونف ولا اللي كان. دونك كيديروا حتى هما واحد اللي يشكر عليه بدلا رجعوا 95% ديال شكون في هنا. عاوتاني كنرجعو ثاني للبرفكشن، راه ما يمكنش غادي تجيب الحوايج 100% غادي تضبطها 100%. دابا هو هذا هو البوينت. دونك كاينين الناس اللي كتكون هذيك اللغه باش يتكلموا في كل ما هو تقني، يعني غير الدماغ ديالك فاش كترجع للتقنيه تقول بالله راه اللغه باش دوك. دابا بحال فاش كتفكر في واحد، فاش كتبغي تعبر على واحد الحاجه، هذيك الحاجه ملي كتبغي تعبر عليها كتعبر عليها باللغه اللي اكتسبتي بها هذاك الاحساس نيت. وحتى هنا في نفس العمل اللي اكتسبتي بها هذيك الحاجه اللي تعلمتيها بواحد اللغه راه غالبا كتحاول تتعبر عليها بهذيك اللغه. اذا راه كدير واحد المجهود اللي هو كبير باش انك تتعبر عليها. في اغلب الاحيان راه كدير في بالك هذه القضيه، ولكن كما الكلمه اللي قال يوسف يعني زوين ديال كتسرح كيف شي هذه المره حتى شي تتفكر. ونبغي غير نفكر حيت الناس جداد ولفوا على كيكس بلا بلا ولفوا على الدارجه. نفكر بانه في 2015 و2016 و2014 فاش بدينا راه ما كانت حتى شي حاجه بالدارجه. باش نتفاهموا راه كان كان الفروسي الطاغيه في الميدان شويه ديال النرجسيه، مي راه ما كان والو. كان الله غير كان اللي كيبغي يدير شي ترك كيدوي فرونسي، كانت اللغه ديال التيك في المغرب بصفه عامه هي الفرونسي. دونك ديجا قطعنا مايلستون كبير 95% سنوت بعد ابري شحال وقال راه ما نقدروش نجيبوها 100% حيت كاينين شي كلمات ما كاينينش الدارجه زعما لايك كي غتقول لهم سكالابيليتي بالدارجه ولا حتى بالفرنسي كاع الا تزيد لها حتى مربوط في الاخر. ماشي راه كاينين شي حوايج خاص حيت ماشي حنا اللي تنبرودويزيو التكنولوجي. دونك كون كان المغرب هو اللي مخرج مثلا واحد التكنولوجي ومن نهار الاول داك الار اف سيز ديالها مكتوبين بالدارجه، وهذا عيب علينا الا ما دويناش بالدارجه وما قلناش هذوك الكلمات بالدارجه. ولكن هما اصلا كاين بواحد راه الا اصلا ترجمتها لك انا نقدر نغلط لك فيها. دونك اللهم نقولها لك غير اللهم نقولها لك باللغه ديالها ديك الساعه سير قلب عليها انت وديك الساعه ديروا بحال الفرنساوي ديروا بحال الفرنساوي لا سكالابيليتي لو ديبلومون كونتينيو. علاش ما تعوجوا الكلمات وحنا ما نقدروش نديروا بحالهم زعما شي حاجه ديال سكالابيليتي سكالابيليا شو سكالابيليا نزيدو حتى مربوطه ما تسمعوش هاد الحاجه زعما الكوا راكم جاوبتو زعما بمعنى في هاد القضيه هادي. غير هو كاينين المهم انا كنشوفها مع بروبلي كاينين شي ناس اللي شي الترند تاعها مغربيه بزاف وصل لواحد النيفو ديال انه ضروري خصك تهضر غير بالدارجه ولا هضرتي بالفرنسي راه ما مزياناش ولا جاب. اي ثينك خص بلاد يكون شويه فليكسيبل في هاد القضيه واخا بلاد ما يهضر بالفرنسي ولا بلونغلي از لونغ از يو ار انديرستاندين زعما شنو كيقول راه اوكي. ولكن عاوتاني شي واحد اللي كيسبيكي ولا كيحاول يفكر يعبر على الفكره ديالو هو معنا في اللايف راه زعما راه كيكونسومي بزاف ديال الانرجي ما خصناش نزيدو عليه بزاف ديال الخدمه كما قال محمد. شي واحد اذا كان شي واحد خصو يبدا يترجم ويبقى يهضر راه مشكله، راه واحد شويه غيتعكل وما يقدرش يهضر. دونك المهم حاولنا نجاوبوا على هذا السؤال. وعاوتاني واحد الحاجه في هذه الدرجه اللي سمح لي باش نكملها هو انه ما خص حتى شي واحد انه ياخذها كاكسكيوز، حيت واخا حنا كنهضروا بالدرجه ولكن ما كنشجعوش اي واحد انه ما يقراش لونغلي ولا انه ما يفهمش لونغلي. هاد فريمون كلشي انا كيامن بان لونغلي هي اللي تقدر انك تمشي بها بعيد.
بلوبار ديال الوقت، وحتى وحنا كندويو راه كنعطيو غير فهمتي غير نقاط على الحروف كما كاين غير رؤوس الاقلام كما كيقولوا. دونك الا بغيتي تمشي تقرا اكثر راه الدراري كيبارطاجيو الكتابه كيبارطاجيو بزاف ديال لي توك اكسيتيرا كلهم بلونغلي. دونك الا ما قريتيش لونغلي راه غالبا ما غاديش تافونسي على هادشي اللي كيقولوا لك الدراري في اكس برافلا. اسمح لي على هاد الصراحه، ولكن هادشي اللي لا متفق معاك 100% وكاع اللي كيتفرجوا فيه متفق معاك يوسف. لا دابا لا 100 عام قدام اللي بغا جيكس بلا بلا سي ان بلاتفورم باش تبدا كيعطيك باش تبدا وباش تبقى اجور، ولكن راه ضروري غير خصك غير خصك لونغلي سورتو راك تي غتكمل في هاد الدومين هذا. الحقيقه المره هي هذه، وانه لينوفاسيون كطرب لونغلي والعالم كله اتفق على انه اللي كيبغي يدير شي حاجه كيديرها بلونغلي. دابا حتى في الاي اي كلشي كيبدا يسبورتي لونغلي هي الاولى، وعادي الا دار شي افور شي حاجه اخرى. دونك لونغلي الا كنتي باغي تكمل، مي كنديروا الترناتيف ديال حتى الا ما كنتش لونغلي باش تبدا بوندون واحد البيرود باش تكيك ستارت الدارجه، حيت هي اسهل في التعلم واسهل في بزاف د الحوايج. وحنا ما كناش في جينيراسيون اللي كنا كون كان عندنا شي بلاتفورم بحال هذا، وكدي هي الفكره. ما راه ما غيكونش هو الغايه، هذا غير البدايه. Exactly. الكلمة ديال كيك ستارت ولا بوت ستراب اللي هي بالعربية أن غادي غادي تبدا داك كما تنقولوا تبدا داك التفاعل، غادي تلونسي داك التفاعل تبدا تما في الأول يعني خاص الواحد باش يبدا باش يديماري باش يديماري، وديك الساعة كتجي تتقلب على المعلومة منين من الأصل ديال عثمان رجع ديك 95% 97% سي عبد العاطي التحق بنا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. شي راي على هادشي اللي قلنا ولا نباسي ندوزو؟ اخويا انا عندي راي صغير اللي نقدر نزيد. هو ان الدومين ديالنا واخا كتبغي تادابتي بعض المرات سميتو للدارجه كيجي صعيب. انا شخصيا كنخدم مع الناس اللي كيدويو بالعربيه في الدومين، وبعض المرات كيشوف شي حوايج حامضين كان مثلا لي تيست الاختبارات شي حاجه فحال هكا كتجيك صعيبه باش تفهمها، خصك تشوفها المره الاولى والثانيه والثالثه باش تفهمها. الا اختار هنا حنا مصطلحات جداد بزاف ديال الحوايج بالدارجه، اي ثينك هو ما غاديش نديروا شي حاجه مزيانه بالنسبه للكوميونيتي. افضل ان سميتو ليرنينغ ترانسفير في بالانجلش ولا بلونغلي، وفي حاله اذا شرح اضافي يعني كتزيد شرح بالدارجه حوايج وحدين اخرين، فهمتي؟ انجلش فيرست ومن بعد داكشي الاخر. اوكي شكرا شكرا شاف. دونك تسال هذا السؤال هذا اوف كورس راه من انطلاقا من الحلقه الجايه غادي يعاود يرجع هذا السؤال، غادي نخليوه حتى العام الجاي فهاد الوقيته نعاود نجاوب عليه. صافي الشباب ندير واحد الفقره سنويه ذا ستيت اوف دارجه. اكزاكتلي كاين واحد السؤال واحد اخر، هو مش كاين انتقاد ولا شي حاجه، ولكن بزاف ديال الناس كيقولوا وي ار سين ذا سيم فيسز كنشوفوا نفس الوجوه، علاش ما كتجيبوش ناس جداد؟ انا شعري طوال انك توصل بلا شي مريم بلا شي باش تقدم واحد الاعتذار مطول للناس حيت طلعت لهم في راسهم. اسمحوا لي عبد الرحيم، راه هو الا جيتي تحسب انا هو البليس هولدر، غير باش تعرفوا انا هو البليس هولدر ديال الجيست. راه ماشي حيت نعرف بزاف ولا عبد الرحيم لما جيت ليا بلاصتي في ستريم صافك كي كريا واحد عندنا واحد سيستم تاع نوشن اللي كي اجوتي لي جيست عبد الرحيم ديفولت فاليو فهمتي بس اللي كيديفلوبي لي زابليكاسيون راه يعرفوا شنو هي ديفولت فاليو، ديما كيكون تماك حتى كيتعوض بشي واحد اخر. واش تقول على هذه القضيه ديال نيو جيست؟ واش كاينين اي جيست؟ انا بعدا كنشوف دي فيس الناس جداد كتسولنا ولا كتجاوب؟ دابا كان راه سولت كنجاوب كنجاوب جاوب. انا بعدا شخصيا كنشوف ناس جداد بروبلي الناس ما كيتفرجوش بزاف داكشي باش كيبان لهم نفس الوجه. انا نبغي نرجع شويه للكونسيبت. جيست بلا بلا كدير كل سيمانه وكل سيمانه كدير سوجي جديد، عرفتي راه لي فور اللي كدير باش تلقى جيست في كل ايبيزود راه انكرويابل. اي باش نجيو باش نعجلو السوجي بعدا خص اي فور كل شهر اجي السوجي، هاد السوجي اللي راه يلاه تريتيناه لا ما يمكنش خصنا نبدلوه كذا. دونك باش تلقاو سوجي اي فور
اي دونك كل سيمانه خصنا نلقاو لي الغيست الضيوف. المشكله اللي كيطرا هو عندنا ايكيب صغيره اي دونك راه ما كاين حتى شي ماجي، ما كاين حتى شي سحر ولا شي لعيبه غنديروها باش نلقاو الضيوف. كنعولوها على النيتورك ديالنا، دونك واحد كيعرف واحد كيعرف واحد، باش كوش كتعرف شي واحد في الدومين، لا راه كنعرف شي واحد كيعرف شي واحد، دونك هادشي باش خدامين. دونك هذاك الريزو ديالنا ما يقدرش يكبر على اكثر من داكشي اللي كنعرف. دونك في 5 سنين ولا في العام ما غنقدروش نجيبو اكثر من داكشي اللي كنعرفو، اللي هو غتلقى الا درتي ايبيزود على جافا سكريبت ليطا ديالها في 2023 وغدير واحد ديب دايف على رياكت. دونك راه بيان سيغ يكون عندك نفس الناس، راه ملي غتجيب راه الكوميونيتي اللي كتعرف راه هي هادي. حنا اصلا قلال في الكوميونيتي، اللي باغي يبان ويبارطاجي قليل، اللي كنعرفو قل، اللي كيبغي يحضر وكيكون مساري في داك ليبيزود قل من داكشي اللي كان. دونك يكونوا بزاف ديال لي كونترانت، غير باش تفهموا لي كونترانت اللي كاينين، حيت بزاف الناس كيقولوا راه كتجيبوا نفس الوجوه. دونك كاين بزاف ديال لي كونترانت، حنا ما كرهناش كل ايبيزود يبان فيها ضيف جديد، ولكن راه ما كرهناش حتى نتوما تعاونونا، ديال انا راه بغيت نبان في هاد ليبيزود وانا بغيت نبان في هاد ليبيزود. دونك باش نغيروا هاد الواقع، هاد شهرين كامله ديال نوفمبر هاداك الشيء اللي كنديروا ديال غنديروا هاد ليبيزود واش شي واحد يبغي يجي، وخدمات واحد البيريود، ولكن عاوتاني راه ماشي في كاع لي دومين غتلقى كاع لي زيكسبير. مثلا بغينا نديروا الحلقه اون تو ترونسبارونس ديال ويب اسامبلي، الله غالب ما كاين حتى شي واحد اللي غنديروا به الحلقه، ورونبلاسيناها بهذا البلان هذا. دونك وقع سويتش ديال الحلقه بين ويب اسامبلي لهذا. دونك راه كاينين بزاف ديال لي كونترانت اللي كيكونوا اون باك جراوند باش الحلقه تطلع، ماشي غير حكا راه كاينين نفس الوجوه راه خايبه. بالنسبه لي لا ما خايباش، حيت كتبين باللي راه عندنا ناس مزيانين في المغرب اللي كيقدروا يديسكوتيو بزاف ديال لي سوجي. نعاود نقول الهدف ديالنا تعليمي، الهدف ديالنا انك تبدا كنبارطاجيو داك الشويه اللي عندنا، غتبارطا هذيك شويه غيعاونك انك تبدا، ماشي الهدف ديالنا هو غنبينوك باننا كلنا دي زيكسبير، لا كنقولوا بانه الا عطيناك داك الشويه اللي عندنا غتقدر تبدا به باش تفهم شنو واقع وباش تكمل حوايج اخرى. برينسيبالمون كونترانت ديال ما عندناش منين نجيبو اكثر من الضيوف اللي كاينين، والباب مفتوح للجميع. وشكرا. ثانك يو لاد، شي اضافه جو كوا راه قال كلشي ياك. كاين واحد تشالنج اخر انا بدا شخصيا كنلقاه، هو انه ما يمكن ليش انا شخصيا نهوست شي حلقه مع ناس كلهم ما تنعرفهمش، كتجي شويه اكورد، حيت اجين سيسكي عبد الرحيم ما عرفتش واش عندكم نفس الغمار، ما عمرنا ديسكوتينا هذه القضيه انترنالي، ولكن انا بالنسبه لي واش كتكون شي ايبيزود، حيت صراحه لوت اوف انرجي درينين باش تو كام اب وذ كويشن، وشي مره كتكون ديسكوسيون كتوقف واحد الوقفه ماشي هي هذيك، كتكون اكورد شويه خصك تنتقل للسؤال الاخر اكسيتيرا، خصوصا انك ما كتبغيش تفورسي السؤال على شي واحد اللي ما كتعرفوش. بحال دابا كاين شي سؤال صعيب كنقول له عبد الرحيم جاوب، واخا ما عنديش يعرف يجاوب، واخا ما عرفوش يجي صعيب انك تقول عليه. هنا كاينه واحد الحاجه هنا كاينه واحد الحاجه صراحه اللي مهمه بزاف، هي ديال انه اصلا نشكروا هاد الناس هادو اللي كاينين الناس اصدقاء البرنامج ديال كتسولو كيقول لك مرحبا ما كاين حتى شي مشكل، ولا الا ما كانش هو مثلا اللي هي عارفه شنو كاين تيقول لك نقدر ريكوموندي لك واحد السيده فريمون. الناس اللي دائما اللي تيعطيهم الوقت ديالهم ومن الجهد ديالهم باش انهم يوجدوا تاهما داك وجدوا ويجاوبوا على الاسئله ديالكم، راه ماشي شي حاجه اللي سهله، وكنتقدموا هنا بالشكر لهاد الناس هادو كاملين اللي كانوا معنا دعم هذا، وربما كنظن غيكون كان عندنا دعم الاقل واحد 60 ولا 70 غيست ربما، ولا ربما اكثر صراحه. ما حسبناش هاد الدعم شحال كان عندنا من غيست، يعني جينا نشوفوا غير في نوفمبر شحال كاين من غيست، تبارك الله الخير والبركه. بغي غير كنت باغي نقولهم نسيت، شكرا لعبد الرحيم، باسكو عبد الرحيم الناس اللي ما كيعرفوش، وانه فيما كتصيفط لي لافيتاسيون راه ما كنغلبيت وقت ما كنقولوهاش ليه، غلبيت وقت كنصيفط لي انفيتاسيون كي اكسبت الامر الواقع كيجي راه من الوقت، حيت كتحنسر راه ما عندك ما دير، راه حنا اللي كنهوستيو لي زيبيزود وكنعياو. عبد الرحيم ديك اللعيبه اللي جا كيصيفط لافيتاسيون كيبان زعما راه كيدير افور انكرويابل. بالله داك اخ عبد الرحيم الدراري الحمد لله على نعمه عبد الرحيم الحمد لله اكزاكتلي. المهم سبويلر هذا العام هذا يكون عبد الرحيم هو كوميونيتي هيرو بلا بلا كوب ياك.
لا ماشي كوميونيتي هيرو عيد دي تروفي ديال صديق البرنامج صراحه. واي تاع القضيه اللي قلت لكم تاع الجيست هاد الناس اللي حتى كنبغي نشكر زعما لي هوست ديال لي زيبيزود هاد العام هذا تقريبا كانوا معنا ثلاثه جداد لاول مره كيهوستيو وراه شافوا بارفو بان اتس نوت ايزي باش انك تهوست ايبيزود كما قلت فيها بزاف ديال المشاكل ديال انك بارفو كتحط مع شي ناس ما كتعرفهمش وخصك ديسكوتي مع المواضيع وشي خطره كيكون الحلقه كيوصل شي مره كتوصل فشي ديسكوسيون وكتوقف ما كتعرفش بلي تجي ليها دونك كتكون تشالنجين. وهذا عام صراحه نجحنا اننا يجيو ناس جداد which is good. كان عبد العاطي جو كوا هوست اول مره هذا العام. شكون اخر؟ شيماء حمزه تا هو هوست اول مره. شكون باقي؟ شكون اللي هوست جافا؟ لا انت اللي هوست جافا. دونك شكرا على الوسط اللي كانوا معنا هاد العام هذا. اوكي وزدنا واحد التشالنج هاد العام هذا هو اول تقريبا من الاول العام اللي كوا ولينا كنبينوا الوجوه اللي غادي يحضروا في ليبيزود قبل ما يكونوا هذا واحد ديفيرونس اللي هي كبيره حيت غالبا كنا كنخدموا هاد الكارت هذا حيت بنادم ما كناش كنعرفوا بالضبط شكون غيجي وشكون ما غيجيش ياك. وانتم كتشوفوا ليكزامبل دابا هنايا عبد العاطي ما كانش وجوه في الاخر وراجع دونك كان هاد القضيه هاد القضيه هادي ديما كاينه عندنا في كيكس بلا بلا. داكشي علاش اصلا في الاول ما كناش كنبينوا شكون غيحضر دونك اللي جا نفع. ولكن قلنا هاد العام تو هولد اور سيلف لايك اكاونتابل نبقى نبينوا الوجه وجي خوا كانت تغيير اللي هو مزيان حيت بنادم عز عليه يشوف شكون اللي غادي يحضر وكتكون حتى مزيانه بالنسبه لبنادم باش يعرف بان هاد الشخص راه بغى يتصنت ليه ولا شي حاجه which is good. اوكي وغادي تلاحظوا بان سام تايمز كتشوف في المينياتور ولا في التامبلين تاع يوتيوب هاد الشخص وما كتلقاهش وسط اللايف اتس توتالي نورمال الكوا. هادي من بين الحوايج اصلا علاش اكس بلا بلا ذا كونسيبت فيه بزاف ديال الناس حيت غالبا واحد فيهم ما كيجيش هادشي اللي عطى الله. اوكي شكرا. دونك جاوبنا على هاد السؤال هذا راه كاينين مور غيس كاينين دي تشالنج كنحاولوا المهم الى عندكم دي 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 السجستشن قولهم لينا باش نقدروا نحسنوا من هذه القضيه هذه. اوكي كاين سؤال واحد اخر هو حتى هو كيجي بزاف هو علاش الكوميونيتي ما عندهاش ديسكورد سيرفر ولا شي بلاصه فين بنادم يتلاقى. وهذا كتحط واحد السؤال فلسفي على الناس واش هما ابارتيال الكوميونيتي ولا لا حيت كتجيهم شويه بيزار انه كيسمي راسو بارت اوف ذا كوميونيتي ولكن هو ما كاين لا في جروب لا في سيرفر لا والو حيت غالبا الكوميونيتي كنعرفهم سيرفر ديسكورد ولا شي حاجه باش تسمى ابارتيال ليها. اش بان لكم في هذا السؤال؟ والصراحه الا تخليوني نجاوب البلان ديال ديسكورد هو الفكره صراحه انا ماشي ضد الفكره ولكن باش تمانجي هذاك السيرفر باش بقا تانيسياليزي لي ديسكوسيون ولا تشانلز ولا واتيفر راه اتس تايم كونسيومين. الا شي متطوع عنده الخاطر باش يدير هذا البلان مرحبا. سيدو انا صراحه نكمل على هادشي اللي قالت مريم حيت باش انك كيفاش تموديري دي سيرفر بحال هادو خصوصا ان عارفين بان الا درنا واحد السيرفر غادي يكون فيه thousands of people the same way كان في الجروب دونك باش انك تمانتيني ولا باش انك تموديريتي اتس غانا ما غادي ياخذ لي فول تايم جوب ديال 3 د 4 د الناس واحد الانرجي اللي ما نقدرش نقول اتس نوت وورث ات ولكن كنفضلوا ان الانرجي ديالنا تمشي لبلايص اخرين احسن من انك دير سيرفر وخصوصا هذه القضيه اللي قال محمد في الاول ان حنا كنعطيو لي انيسياليزاسيون يعني لي سيرفر فاش كتكون انت عارف وسمعتي هاد لي تروك وصلتي للنيفو ديال انك جويني شي سيرفر كوميونيتي سير اخويا الرياكت نيشا ولا سير سي با الجافا نيشا راه كاينين 7000 ديال لي سيرفر وتكون كتا مع الناس وورد وايد جو هادي احسن من انه تبقى فهمتي الدور غير في السيركل ديالك والله ما نعرف الله اعلم. شوف بونس في المغرب كاينين بزاف اللي دايرين ديسكورس ديال الكوميونيتي تاعك دونك يا نفس غتلقى نفس احنا شويه ديال عباد الله راه ماشي بزاف غتلقى نفس الوجوه في كاع لي سيرفر راه كنا دايرين الجروب وراه كتعاودوا نفس الوجوه دونك راه ما غيتبدل والو الا درنا ديسكورد سيرفر ديالنا الا غيتبدل هو غتزاد عندنا الخدمه دونك اكزاكتلي هذا هو البوان ديالي ديال انه راه كاينين بروجيات اخرين زعما بار البودكاست كاينين بروجيات اخرين اللي تخدم عليهم
وحنا نفس تيم زعما هي اللي تدير البودكاست وهي اللي تخدم على البروجي دونك صعيب انه شي واحد عاوتاني وبلس راه الدراري كاملين اغلبيه يا تيقراو يا فول تايم جوب زعما حتى شي واحد ماشي فول تايم جوب ديالو هي الكوميونيتي عليها صعيب انه زعما نمشيو في سيرفر حيت يقدر يدير شي بزربه فهمتي يقدر غير تشوف فاش يكون عندك بزاف ديال الناس في نفس البلاصه راه يقدر شي واحد غير يجي بارطاجي شي حاجه ماشي هي هذيك تما ولا شي حاجه و بلوز او موان راه حنا اللي مسؤولين على ديك البلاصه دونك اي بليف حاليا هذا الشيء خاصو يبقى بحال هكا ابري ممكن اننا نديرو شي حاجه بحال هكا ماشي سيرفر كتبقى نسولو واحد السؤال اخر شنو هو الحاجه اللي غادي يجيبها هذا ديسكورد سيرفر يعني شنو حنا غادي نعطيو يعني الكوميونيتي شنو غادي تكريي في هذاك السيرفر واش غادي يكونوا مثلا دي ديسكوسيون ديريكت واش غادي يكونوا غير صراحه يعني ما بيناش شي حاجه ما بيناش لا ريزون ديت ديال السيرفر الا خدينا ليكزامبل ديال الجروب الجروب كان فيري سكسيسفول مي كان فيري تايم كونسيومين ديال كتكري واحد ليسباس فين كديسك شي واحد عنده شي بروبليم كيجي ديسكوتي بالدارجه كيكونوا دي كيسيون دي ريبونس استشارات عندي هاد المشكل شنو ندير في هاد العيبه هادي شنو كيدير دي كومباريزون دي ريكومونداسيون دونك في البرينسيپ في حد ذاته مزيان مي راح جيكس بلا بلا راه وليدت واحد الجروب اللي كان حتى هو خدام مزيان غير هو داك ليفور اللي كان في داك الجروب باش تمانجي حيت شفت واحد الكومونتير ديال الكوميونيتي كتمانجي راسها ان موست كيسز يس ولكن ملي كيكونوا عندك جوج مطايفين اللي بجوجهم كي عند راسهم راه هما راه بجوج عندهم الحق دونك ضروري خصك تجي انت تحط صبعك تما ديال الدراري راه الديسكوسيون بدات كدريفتي اي دونك باش تجي تقرا ديك الديسكوسيون وتفهمها وتقول لهم الدراري لا وراه سميتو هذيك كتاخذ بزاف ديال الانرجي اللي كنظنوا ما كاينلاش مي كاين الفاليو ماشي ما كايناش وانا كتكري واحد انفايرمنت اللي سيف بنادم ديجا عنده التراست ديالها كتكون سيف وكيجي بنادم يسول وكيكون البلان ديال الدارجه وبزاف ديال الحوايج مي اتس تايم كونسيومينغ نعم اوكي جيسبر ان هذا الجواب هذا يكون مرضي للناس ولكن ما يتس كنا ترونسبارون في هذه القضيه هذه غالبا حيت تايم كونسيومينغ التايم نتاعنا المهم التايم ديال اي واحد راه امبورطون زعما راه مهم اوكي دونك ما توقعش في فيوتشر انه يكون شي ديسكورد سيرفر غالبا اند اب كامين مي بي 2 ييرز راه ما يكون واحد من بعد ما تعرف اوكي باش خو هادو هما الاسئله اللي حاولت نجمع اللي بانوا لي كثار بزاف ديال الناس كيسولهم واش بان لكم مازال شي سؤال نسيناه ولا وي ار جود فير جود نار جود فماش دونك المهم الا كان عندكم شي سؤال الناس اللي كيتفرجوا فينا حاولوا تحطوه من بعد باش انا اوكي تمام دونك قبل ما نتحولوا دابا سالينا شويه الموست بوبولار كويشن قبل ما نتحولوا شنو وقع هذا العام في التك غادي نحاول انني ندويو شويه على السيت اوف ديف مع بلا بلا كوم المهم الناس اللي مازال ما عمروش السيرفي نتاع السيت اوف ديف بوينت اللي هي السيرفي اللي كنديروا كل عام يمشيو يعمروها المرابط حتى ل 31 في الشهر يعني حتى السيمانه الجايه حاولوا انكم تعمروا الاستطلاع هذه يكون شي حاجه اللي مزيانه واهم حاجه حاولوا تبارطاجوها مع الناس اللي كتعرفوا ولا الناس اللي خدامين معكم حيت القضيه مهمه بزاف اوكي ثاني حاجه هي كذلك نزيدوا شويه على السيت اوف ديف ولا صافي الكوره فكرت الناس ما كنتش طريقه اخرى باش نفكروا اكثر من هذا الا انا نحط نقدروا نجاوب على الاسئله اللي تعاودوا في السيت اوف ديف ديال انه أن السيرفير أنونيم بعدا وأن الداتا راه أوبن سورس البلاتفورم تاعي راه أوبن سورس وداك الشيء كامل تيدار زعما ماشي تجي تشدو ديك الداتا تنبيعوها ولا شي حاجة بحال هكا تسمور باش تعطيكم نتوما إنسايت على المارشي في المغرب كيفاش داير على الجوبس على التكنولوجي اللي مطلوبين وعوض ما تجي تسول واحد مثلا راك تتسول بزاف ديال الناس وهاديك الريسبونس ديال هذوك الناس تتكون اكسيسيبل في بلاتفورم وحده وعندنا لي ستوريك شويه من 2020 وقيلا النسخه الرابعه هذه يا من 2020 الحاجه اللي بغيت ناكد عليها شكرا عبد الرحمن اللي فكرتيني هو قبل ما نفتحوا السيرفي كانت واحد القضيه سميتها كول فور كويشنز يعني سولنا الناس اللي عندهم دي كيسيون جداد اكسيتيرا دي روماك اكسيتيرا
وجاونا بزاف ديال لي كيسيون اللي ما قدرناش ندخلوهم كاملين حيت ما نساوش بلي عندنا داك الكونترانت ديال وي محتاجين دي كيسيون اللي يكونوا مزيانين، ولكن في نفس الوقت ما غاديش نعطينا 100 سؤال لبنادم انه يجاوب عليه حيت ما غاديش يبغي يجاوب عليه. دونك درنا هذاك البالانس بين اننا نختاروا الاسئله اللي ميك سنس وغادي يفيدوا كل شيء، ما وهذا يعني ان الاسئله الاخرين اللي الناس بروبوزاو ما مزيانينش ولا ما عرفتش. هاد القضيه هذه خلاتنا نفكروا انه بتدخل العام الجاي ولا العام اللي وراه اننا نخليو الويب سايت انه يقبل اي طريقه ديال السيرفي تكون سيباري على السيرفي الكبير، يعني مثلا سيرفي خاصه غير بليدوكاسيون في المغرب كيفاش دايره، نقدروا راني واقف عليهم مون تيب وحده ولا شي حاجه اللي يكون فيها دي كيسيون مور سبيسيفيك على هاد القضيه هذه ولا اي موضوع اخر اللي ماشي بالضروري ترانا كل عام ولكن ترانا في هاد اليوم مون تي. نقدروا نديروا هاد القضيه هذه في العام الجاي ولا العام اللي وراه. دونك وي ار اوبن لهاد القضيه. علاش؟ حيت جاونا بزاف ديال لي كيسيون اللي ما نقدروش ندخلهم كاملين في السيرفي ديال اللي كتكون سنوي. اوكي جاست فور يور انفورميشن. اوكي شكرا الشباب. الحاجه الاخرى اللي كاينه هي بلا بلا كونف. بلا بلا كونف سي اف بي ستيل اوبن ياك، وبقى لي حتى هي سيمانه. دونك حاولوا انكم تحطوا لي توك نتاعكم. السؤال ديالي بغيت تقولوا شي حاجه قبل السؤال. الناس اللي كيتشكاو من ان الضيوف ما كاينينش، بلا بلا كونف هي احسن وسيله فين كنسورسيو الضيوف الجداد. اكزاكت. ما اتداز ما كيهمش شحال بغيت نقولها وكنتفكر لا راه الدارجه، ما كيهمش شحال ديال الاكسبيرونس عندك ولا شحال ديال الخبره عندك ولا اش من سوجي غدوي عليه ولا غيكون. المهم هو انك تصميتي لابليكاسيون ديالك، تصميتي التروح ديالك وما يكون الخير ان شاء الله. دونك راه كاينين بزاف ديال لي تيب دو سيسيون تقدر تبدا من 5 دقائق حتى نص ساعه. دونك كاين 5 10 15 30 ولا شي واحد البلان اللي كان باغي يهضر عليه يوسف ديال بلا بلا كونف. انا كنقول لك تتحس بان الناس عندهم شويه ديال اللبس على واش يعتبر راسو بارت اوف ذا كوميونيتي ولا لا؟ كيفاش تقدر تحل هذا المشكل هذا؟ كتفرج فينا راك ديجا بارت اوف ذا كوميونيتي، ما كاين ما ولكن صافي. اوكي تبع كيكس بلا بلا كتكومونتي كتشارك البلانات ديالنا راه اتس اوريدي بارت اوف ذا كوميونيتي. وي الكوميونيتي overused term. community كتعني مجتمع، وأنك تكون واحد من المجتمع وأنك جيكس بلا بلا سي فكرة وكان بارتاجيو فيها البلانات. دونك لو فيت حيت شحال هذه كان عندنا جروب كما قلتي دابا ما كاينش ديسكورد سير كتحس براسك راك ديكونيكت. كيفاش ماناجي هو كاين واحد تيم اللي كيورغانيزي لي زيبيزود كيدير لي زينيساتيف واحد الاخرين، خصك ضروري خصك واحد الجروب ديال الناس باش دير شي حاجه. داك هو اللي كنسميوه الكور تيم. ابري كاينين بزاف ديال الطرق باش انك تساهم. تقول لينا لي سوجي اللي يقدروا نتريتيو في لي زيبيزود مخيرين بزاف باسكو ديما كنتحنسرو باش نلقاو لي سوجي زعما شي حاجه مزيانه. تفلاقي باللي راه انت تبغي تكون في ليبيزود. شنو هو الدومين ديكسبيرتيز ديالك؟ جو بونس صف خدامين على واحد اللعيبه غتولي احسن تفكر داك الكول تو اكشن. يا يوسف جو بونس هذا يقدر يكون واحد من الكول تو اكشنز. المهم الناس بغي يفهموا والو مي راه يوسف فهمني. هذا هو اللي خصكم تفهموا الناس اللي كيتفرجوا فينا. بلا بلا كونف واحد من الحوايج يخليك انك تكون بارت من الكوميونيتي. حيت اللي كيبانوا في لي زيبيزود ماشي هما الكوميونيتي هو انت وانتوما اللي كتفرجوا فينا دابا واللي كتبعينا في لي ريزو سوسيو. كتعطيو افكار جديده، كتنتقدوا، كتقترحوا اشياء جديده. دونك هذه كامله سميتها كوميونيتي. اللي كيهوستيو لي زيبيزود سميتهم كور تيم اللي كيخدموا وكيكون اكسبتوا انهم يديو واحد شويه ديال الوقت ولي فور ولي انرجي وبعض المرات شويه ديال الفلوس باش انهم يرانيو الكوميونيتي باش يخليوها غاده. مي كل واحد فينا
بارت من الكوميونيتي كما قلت الكوميونيتي هو مجتمع مجتمع رقمي مغربي جوبونس راك انت فيه وكيكس بلا بلا وحده من بزاف ديال لي زينيسياتيف يا يا اضافه وحده هي هذه القضيه نتاع هاو تو بي بارت اوف دابا هما باش كيقصدوا هذه القضيه ديال تو هيلب يعني تو بي بارت اوف ذا كور تيم اي جيس انا ما ياسيوم ان هذه القضيه دونك ما عرفتش كيفاش غادي نجاوب هو المشكل اللي كاين في هذا السؤال هذا دونك حنا عندنا واحد الفورمولير ياك واحد الفورمولير هو انه الناس كيقولوا لنا زعما كيفاش يقدروا يعاونوا الكور تيم في ديطاش اكسيتيرا اكسيتيرا ولكن المشكل هذا الفورمولير اللي درناها تقريبا شي عام ونص هذه ولكن السكسيس ريت نتاعها ماشي سكسيس ريت يعني الاكسبتنس ريت نتاعها ناقصه بزاف which is ما totally good علاش حيت عندنا ديجا واحد الكور تيم ما كنبغيش نجيو بزاف الناس حيت it's hard باش انك ماشي to manage people ولكن to align with people اللي ماشي وكنحاول ان نجيبو غير الناس اللي كنحتاجو في ديطاش اللي هما سبيسيفيك دونك تقدر تمشي لهذيك الفورمولير وتعمر وبروبلي فوق ما كنحتاجو شي واحد راك رجعوا لهذيك الفورمولير غير باش تعرفوا تقريبا الفورمولير تقريبا هذه واحد العام عمرها 90 واحد فقط جوج اللي اللي دخلوا دونك الا ما جاوبناكش ولا شي حاجه ما يستوت totally فاين حيت هذا هو البرينسيپ اوكي كاين كاين واحد القضيه يوسف ديال الفورمولا فبتيتر كو ماشيريناش هذا البلان مع الناس اللي متشوف الريجون الاعزاء هو انه جوج اللي بقاو معنا في الكور تيم ولكن كاينين الناس اخرين اللي كونتاكتيناهم درنا لهم بريفين كيفاش خدامين ايتترا ولكن كاين مشكل ديال الكوميتمنت يعني ما كيكملوش معنا ولا هادوك لي طاش لي بلو سامبل اللي كنختاروا لهم باش يديروهم زعما غير باش يبداو ايتو ما كيكملوش فيهم ملي كتبارطاجي السر ديال كيفاش ريكريتمو فيه نو ماشي قضيه القضيه كيف السر كنا بغيت نقول لك زعما اللي غادي تكوميتا مع تيم اتس فول تايم كوميتمنت ماشي غادي تبان مره وغادي تغبر 10 السيمانات وتقولنا حكا انا راه مازال كاين ماشي زعما راه كاين واحد لي كريتير صغيورين اللي بوتيتر كو كيرغفلوا عليهم بعض المرات ولكن هذه خاصها تقال راه يا يا اكزاكتلي اكزاكتلي حمزه نبغي غنزيد باللي راه هاد البلا اللي قالت مريم ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ديال كي كي كيزيد واحد في ليكيب ومن بعد كيقطع الموضوع ديال كيت اوفر ويلما بشحال ديال الخدمه كاينه باش نكونوا زعما ترونسبارون في الطريقه باش كندوي مادام حلينا الباب اللي نجاوبوا على لي كيسيون دونك ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 10 كيتزاد شي واحد كدوي معاه كيقول الله غالب وحاجه زعما راه هذا سي عمل تطوعي راه ما كيتخلص شي واحد كتضيع وقتك كتضيع الانرجي ديالك في شي حاجه اللي المهم كتعتبرها باللي راه قيمه مضافه للمجتمع الحاجه الثانيه هو ماشي غداك الفورمولير مي حنا دغيا نبغى واحد الفورمولير غادي محتاجين واحد الديزاينر باش نعاودوا السيت ويب ديال كيكس بلا بلا جو بونس كان تويت كان في كاع لي ريزو سوسيو ديالنا ديال ملي كنحتاجوا شي مساعده بي سبيسيفيك كنجاوبوا عليها جو بونس حتى حمزه ياك سميتو حمزه اللي كان بوستا السؤال حمزه راه ديزاينر نيت زعما كنا محتاجين خبره في الديزاين ومازال محتاجينها دونك الا فريمون كنتي باغي تعاون كونتاكتينا في تويتر ولا في تويتر ولا فيسبوك ولا فيما بغيتي ونقدروا نشوفوا فين تقدر تعاوننا باسكو الديزاين عندنا مشكل فيه كبير اللي هو ديما كنحتاجوا يدين اخرين غير ولا غتعرف ديال راه ماشي ديال شهر ماشي ديال شهرين راه كتونجاجا بوغ لو لونغ تيرم اي دونك هذه هي الحاجه الوحيده اللي الناس كيغفلوا عليها هي ات لوكس فاين ات لوكس فان من برا مي راه كاين بزاف ديال الخدمه من اللور كاين دي ديدلاين اللي عندنا حتى حنا كاين دي بروجي اللي خصك تليفرا عندنا دي زوبجيكتيف بعض المرات ما كتقدرش ديرهم مي المهم كتبين بلي راه كاين بزاف الخدمه تبدي شوف شوف عثمان كيكون عثمان هاني عثمان كيقول يكون هاني كنمشي هاني اوكي نشد نفسي عثمان شويه اوكي شكرا رجعنا شويه للور ولكن ماشي مشكل دوك نرجعوا دابا لبلا بلاكم السؤال اللي بغيت نسولكم هو انه مادام رحنا دابا في السيف بي مازال مفتوحه يعني الناس يقدروا يحطوا التوك تاعهم ولا يموديفيوه دونك كاين هاد الامكانيه ديال انك تموديفي ماشي تموديفي التايتل كدا ولكن تزيد مور ديتيلز باش انك تعاوننا من سيليكسيون بالنسبه لكم نتوما من الناس اللي كيختاروا لي تولك كيفاش تعاونوا الناس
انه مثلا يدير واحد السي اف بي ولا يدير واحد سيجست اللي مزيانه اللي تقدر تقبل، ماشي تقبل وانما تقدر تقبل. well, انا نقول بلي ما كاينش شي حاجه سميتها ذا بيرفكت توك، حيت ديجا باش تبدا كتبدا بان سوجي اللي انت عندك فيه تجربه ولا بغيتي تشاري مع الناس ايتو، ماشي ضروري توجد البلان من ا حتى زد، توجد البريزنتيشن ديالك whatever، مي غادي توجد التايتل اللي غادي تخدم عليه مازال بزاف ديال الوقت، تقدر دير سوجي بلو بريسي اللي في الدومين ديالك ولا في شي دومين اللي تبغي تعلمه من بعد. حيت غنعطي ليكزامبل ديالي مثلا، انا عبد الرحيم واحد الوقيته كنا كنبحثوا في الماشين ليرنين الوغ حنا حتى شي علاقه بالماشين ليرنين، ودرنا التولك كوميم لايك هيلو وورد ديال كيفاش نبدا بواحد اللعبه سميتها تراسر فلو. وجاب الله تيسير بريزونت انا تولك بامال دو فوا واكسبتات واحد الوقيته فهمتي. دونك بغيتي نقول بلي راه بارفوا بيتيتر ماشي الناس بزاف عارفين هاد اللعبه، ولكن في بلا بلا كام فور اكزامبل راه كاين دي تولك ديال الناس اللي يلاه بادين كتكون اول تجربه ديالهم كيكونوا ماشي بيرفكت، ولكن كيكونوا بعض المرات واعرين ان التولك ديال الناس اللي عندهم تجربه وكيكون عندهم بزاف ديال التشانس ديال انهم يتاكسبتاو. دونك بغيت نقول للناس ما تخافوش، حتى شي حاجه ما كتخلع، حط رجليك على لومبرياج، ديماري دوزيام برومي دوزيام بقيت كنعرف نسوق. ولكن الفكره ديال انك تسميتي سي اف بي راه ما كاينش ما احسن، حيت بالدارجه ما غاديش تلقى مشكل باش توصل الميساج ديالك، كوميونيتي واعره والترك ديالك بيان سو غادي يكون واعر. هادشي اللي نقدر نقول. نزيد واحد الحاجه بسيطه ديال انه واحد الحاجه اللي نديروها في بالنا ديال انه راه يعني لا الترك ديالك ما تختارش، ما كاينينش راه ان مثلا الترك ديالك ما مزيانش ولا 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 يو ار نوت جود انف اكسيتيرا، راه خصنا نديرو اختيار. عندنا واحد مثلا 8 ديال لي صوت في النهار راه فريمون تكون واحد باش نختارو من دوك لي تور كاملين زوينين اللي تيكونوا عندنا، راه فريمون كتكون واحد الحاجه اللي صعيبه، حيت خصنا نعطيو الناس اللي عندهم اكسبيريونس وغيبارطاجيوها مع الناس، نعطيو الناس اللي يلاه بادين اكسيتيرا. دونك تنحاولوا ما امكن على اننا نديروا واحد لو ميكس ما بينات كاع كما تنقولوا يعني كاع لي كاتيجوري ديال الناس اللي كاينين، ماشي يعني كاع لي كاتيجوري ديال لي توك اللي كاينين، باش نفتحوا المجال الناس اللي جداد، الناس اللي يلاه بادين والناس اللي ديجا عندهم اكسبيريونس، باش هذاك المتتبع ولا المترقي تلقى واحد المنتوج اللي ولا واحد التورك اللي غادي يشفي له الغالي، يعني الله غادي يبدا يعني يكتشف بشي حاجه جديده ولا يجاوب على واحد التساؤل كان عنده ولا يمكنه باش يمشي للمرحله الماشيه. انا مكان شكرا سي عثمان. وباي ذا واي غير باش ناكدها، كانت 30% كوطا ديال الفيرست سبيكرز كيكونوا كل عام، دونك مضمون هذه القضيه. غالبا الفيرست سبيكر ما كيخضعوش لنفس الباريم اللي كاين ديال الناس اللي ديجا عندهم اكسبيريونس كبيره غالبا. اوكي كاينه غومارك صراحه اللي لاحظتها كنلقى غير نشوفها ديال السي اف بي ولي توك اللي دايروا، هو انه انت كتكتب ولا انت كتكتب هذيك السجيشن ديالك خصك تحط راسك في بلاصه هذاك اللي غادي يختار، دونك كل ما عطيتيه بلوس ديال الديتاي كل ما يكون احسن. يعني مثلا الديسكريبسيون ما تحاولش تسخرم فيها، كتب بلوس ديتاي شنو باغي تقول شنو باغي دير اكسيتيرا. كل ما كتبتي بلوس ديتاي كل ما كتعني بانك راك فاهم اش كتقول. المهم هادشي اللي كيفهم غالبا هذاك اللي كيدير ريفيو، ماشي بالضروره هادشي اللي صحيح، ولكن غالبا انت كتعاونو باش انه يفهم اش بغيتي دير، يقدر يعاونك يصيفطي لك اكسيتيرا. دونك على بالنا فاش كنجي وندخل ونشوف شي سجيشن وندخل الديسكريبسيون ونلقى فيها جمله كان ماشي كنديرونجا، ولكن كيبان ليا بحال واش غير دايره نوت سيريوس اناف اكسيتيرا. هذا يعني انك نوت سيريوس، ولكن الطريقه باش بينتي ولا الطريقه باش كتبتي بانت هذاك اللي يدير ريفيو اتس نوت سيريوس. وغير باش نحطكم في الكونتكست، الطريقه كيفاش كنسيليكسيوني هو راه كيكونوا ناس غالبا ماشي هادو اللي كاينين هنايا هما اللي كيحطوا التنقيط ياك، ومن بعد كل واحد النهار ديالو كيسيليكسيوني بيزد على داك التنقيط كيسيليكسيوني الناس. اوكي وهاد لا سيليكسيون راه كيدخل فيها حتى الناس اللي سبونسور اكسيتيرا، كنحطوا عليه واحد التوكن تاعو اكسيتيرا. دونك راه كاينين بزاف ديال المتداخلين. داكشي اللي قال عثمان هو اللي نعاود ناكدو، الا ما تقبلش التوك ديالك هذا لا يعني بان التوك ديالك خايب، كيعني بان المنافسه كانت شويه شرسه وصافي عادي.
اوكي واش ممكن نزيد واحد النقطه على لو تيب ديال لي توك؟ بالنسبه لي انا صراحه عندي واحد البريفيرونس لو تيب ديال لي توك. هو ماشي ان لي توك اللي فيهم مثلا الانترودكشن ديال شي تكنولوجي ولا شي هاو تو صغيره ولا تايني توتوريال ما مزيانينش، ولكن اي بريفير انني نكري شي توك اللي فيه شي حاجه من الاكسبيريونس ديالي في الخدمه، باش بحال كتكري شي حاجه اللي ما كايناش دايره كتعوض ديك اللقطه ديال انا بنادم ممكن مثلا يمشي تشيك في يوتيوب داك التوتوريال اللي يقدر يلقاه تدخل نرى ذا فاكت انك درتي بالدارجه از جود او اي ابروف ذات، ولكن الا كانوا الناس اللي كيبارطاجيو غوتور ديكسبيريونس بالدارجه من الخدامي اللي راهما كيبراكتيسيهم حاليا اي ثينك ات وود بي جريت حتى بالنسبه للناس اللي يلا بادين. و ذاتس اسينشالي اللي حاولت ندير انا صراحه العام اللي فات. اي هوب ات واز ا سكسس. وهادشي اللي الماضي العام اصلا درتي فيه الطيابه في هذاك الديابو كان ايكونيك هذيك ما نسيتهاش هذيك كنت فكر كنشو مانج سيرفيس نتفكر هذاك الديابو شي one of the best presentation ياك امون ذاتس ماي سجستشنز ام اي ثينك اكزاك لا صراحه ديما كتبارطاج الاكسبيريونس ديما كتكون مزيانه حقاش دوك الانترو توك اكسيتيرا كيكونوا شويه واتس ذا بوينت انك اصلا ديرو الا ما كنتيش غادي تعطي الفالور اجد ديالك. هذا اللي يعني بانه الاخرين ما مقبولينش، ولكن فهمتي كتكون من غير الا كانت مثلا شي حاجه اللي جديده ولا مثلا شي حاجه اللي الناس كيحتاجوا لك ديك الانترودكشن ديالها. مثلا الا جينا كنقولوا انترودكشن تو رياكت مثلا في هذوك هذا راه كاين 100000 تولك وتولك باش انك تهضر على كيفاش غتبدا رياكت. مي الا كانت مثلا شي حاجه جديده مثلا بحال مثلا في لوكا ديال بلوكتشين، واخا مثلا تنبغيش نجبد ليكزومبل هذا ولا ال ال امز مثلا تيقول مثلا هاو تو كرييت مثلا يور فيرست مثلا موديل اكسيتيرا. فهاد لوكا هذا كتجيب شي حاجه اللي كتبان لك لابار طالعه فيها بزاف وكتسهل الناس. فهاد لوكا هذا وان وان مخير. مي الا كانت شي حاجه لي اوبيس بس هذه تقدر مثلا ديرها كمثلا كبلوك بوست مثلا ها كيفاش مثلا بديت مثلا الجورني مثلا ديالي مع رياكت، بديت مثلا مع لا تكنولوجي معينه، هذه تكون افضل، تيكون الفورما افضل. دونك هنا الفكره اللي بغيت نوصل على انه راه مثلا تولك ماشي هو الطريقه الوحيده باش انك كتبارطاجي الاكسبيريونس ديالك مع الناس. كاين بزاف ديال الطرق، كاين بلوغز، كاين مثلا بوست، كاين فيديوز اكسيتيرا. في لوكا ديال بلا بلا كونف دونك تم هنا تيتبدل كما مثلا بغيتي تبدل السياق تيتبدلوا تيوليو لي زوبجيكتيف اخرين اكسيتيرا. دونك هنايا ما تسمش حط التولك ديالك ما داش مثلا التولك ديالك تماك، راه بالعكس راه فيك حاجه مزيانه اللي درتي تماك. تقدر مثلا ترجع فيديو، تقدر تبارطاجي مثلا سو فورما ديال بوست اكسيتيرا. المهم حاجه هذه اللي تخلي يعني هذه تخليها كبدايه اللي تحفزك وتخليك على انك تبارطاجي مع الناس داك الشيء اللي كتعرف وتتعلم. وراه ملي كتبارطاجي العلم راه كتزاد فيه البركه. هذا هو الحاجه اللي ديروه بالكم، يعني واحد ادي داك المجهود اللي كيمشي راه عمرو تيضيع، راه واحد الحاجه اللي مخيره بزاف. اكزاكتلي شكرا سي عثمان. ولا ديروا شي اضافه ولا انا الاضافه اللي عندي بالنسبه للناس اللي يلا غيبداو زعما اول مره غيدير طولك، وقيلا احسن بلاصه تقدر دير فيها طولك هي بلا بلا كونف، حيت كوميونيتي ديالك زعما دوي بالدارجه باللغه ديالك، الدراري غيعاونوك. اي بليف ديما جلال ومحمد والدراري وحدين اخرين تي بروبوزيو ليد باش انهم يديروا ريفيوز ديال السلايد وهذا. دونك جو بونس الا بغيتي زعما من هنا لقدام تتشوف راسك انه بغيتي تولي سبيكر زعما تشوف الدراري لايك سبيكينغ بيك تيك كونفرنس وهذا، الخطوه الاولى هي انه تبدا من شي بلاصه، واحسن بلاصه تتبان لي انا بيرسونيلمون هي بلا بلا كونف. وماشي غير هذيك القضيه انه يكون انت بغيتي تولي سبيكر، غير اجيس هذه واحد السكيلز اللي خص دار اي واحد تكون عنده، ديال انه شي حاجه تيفهمها خصو يعرف يوصلها سينو اتس ا بيج بروبليم. دونك فاش كتفورسي راسك كتحاول انك المهم الا كتجي شويه بشكل انك ديرها بلان بيبليك، ولكن مزيان فهمتي ما عندش مشكل. وباي ذا وي الناس اللي ما تيتقبلوش ليهم لي توك نتاعهم فريمون راه كتكون واحد المنافسه شرسه باش انك تسيليكسيوني البلايص، دونك ما تقلقوا ما والو. بالاضافه الى انه فاش كتشوف لي توك اللي كيتقبلوا راه فريمون كيكون النيفو طالع. انا كنتفرج لي كونفرنس بزاف
كنت تفرج اليوم الماب في العالم كامل اصلا كيعجبني تفرج لي كونفيرونس وفريمون لي توك اللي كيكونوا بلا بلا كونف شي واحدين منهم تيكونوا فريمون ماشي كاملين ولكن البلوبار ديالهم كيكونوا رائعين فريمون كنتفاجئ بالنيفو شي حاجه اللي فريمون مزيانه دونك الا ما تقبلتيش راه شي اللي عطى الله فهمتي حاول العام الجاي هانيا تراي اجين العام اللي ديال الفورما الجديده اللي بيتيت نقدروا نديروا عليها شويه ديروا سبويلر على عليها ديال 5 دقائق زدنا فورما درام رولز المهم تبان التطور ديال العالم انه كلشي كيمشي للشورت دونك حتى حنا درنا واحد فورما شورت باش كنوصل نتبعوا الترند المهم هذه الفورما هذه هي احسن طريقه ماشي احسن طريقه اللي ديبيتون ولكن الناس اللي مازالين حشمانين شويه ما بغاوش بزاف ديال الوقت جو 5 دقائق حتى 6 دقائق اتس جود ثينغ باش انك دير انترو شي تول ولا شي حاجه ولا شي فكره عندك دونك تقدروا هذه الفورما هذه وسبويلر اليرت اجين هو هذه الفورما هذه الاكسبتنس ريت نتاعها طالع شويه اوكي دونك غادي تكون عندك فرصه اكبر انك 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 اوكي وهذا اللي يعني ان هذه الفورما خاصه فقط لي ديبيتون ولكن خاصه حتى لي زيكسبير حيت ليكسبير باش يشرح شي كونسيبت في 5 دقائق اتس نوت ان ايزي ثينغ المهم باش بنادم اللي فيه العياقه شويه يسحب لي هذيك الفورما راه ساهله راه ما ساهلاش 5 دقائق يشرح فيها شي كونسيبت ماشي ساهله اوكي وترايت وشوفي واش تقدر ديرها ولا لا دونك المهم هاد الفورما جديده غادي نحاولوا نديروها اول مره غادي نديروها ويل سي هاو اتس جوينغ لا انا مسلك كانت فورما جديده انا غادي نابلاي لها صافي الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول هي زعما يتسف فيستيف بحال شي فيستيفال ديال التيك هذا دونك راه ما غيكونوش غير توكس غيكونوا ارونو غيكونوا دي كومبيتيسيون ديال تيبين ديال بزاف ديال الحوايج دونك ستاي تورنت ولا كانت شي حاجه نقدروا نزيدوها زعما هذا تخرج بارطاجيوها معنا في السوشيال ميديا ياك يوسف اكزاكتلي كان شي سوجيشن سوجيشن شي حاجه نقدروا نديروها فور شور مع وي ار ويلكم نقدروا نشوفوا هذه التريك هذه اوكي جو كرو راه دوينا على بزاف ديال الحوايج كاين واحد السؤال هرب ليا صراحه اوكي قالك I'm a self worth beginner full stack dev looking for beginners like to build project really cool internet is your friend غير لك تي كتقلب على شي واحد مغربي سو عليك يبر نتوركين احسن تويت احسن بوست في لينكدين وغادي يبانوا غير بوحدهم يا صراحه انا المونتاليتي ديالي ما كتمشيش بحال هكا زعما دابا هو بحال شوف هو دابا دار واحد المشكل تيقلب ليه على حل هو انه ضروري خصو شي واحد اللي يخدم معاه ماشي بالضروره خصك شي واحد يخدم معاه راه واحد قال لك يوفر عقد عمل في دوله رومانيا لان داك البلا حيد ايوا شي اش بغيتي عندنا اخويا شنو ندير نمشي لرومانيا نمشي عند اندرو تيت اوكي سامح دونك الناس اللي مازال ما صيفطوش التوك تاعهم صيفطوا بقات سيمانه نقدر نكمل لا ريبونس على لا كيسيون ديال السيلف ليرنر حيت ماشي فيري سبيسيفيك ما عرفناش باغي يخدم مع الناس اللي يتعلم منهم ولا الناس اللي بيجينر بحالو اللي يتعلم معاهم سو عندك اوبن سورس بروجيكت اللي كاينين في جيت هاب اتس بيست واي تو كونتريبيوت باش تلقى مع بنادم اللي في السيم ليفل وحتى الليفل اللي فوق منك اند يوز يور نتورك فيري ويل اكزاكتلي كنقول لك الستاج غادي يفيدك واش جاوا مزيان تمصد داخل معملي انا ما تعرف شنو واقع اوكي دونك جو كوا سالينا هاد لابارتي هادي ونديزو الاخير بارتي اللي هي شنو وقع هاد العام شنو هما الموست امبورتنت ابديت اللي كانوا في التك جو كوا هو البدايه المهم هذيك التاث بلوكشين المهم اول موضوع هو جو كوا عرفنا بان اللي في التك كريبتو ثينكس جاست سكام كانوا بزاف الناس عارفينها ولكن تاكدت هاد العام هذا ياك هو الشيخ يوسف بالنسبه لهذا السوجي هذا يعني ماشي نقدروا نقولوا كاين السوجي انت اللي اجوتيتي هذا السوجي انا اللي اجوتيت زرت تبعك وما رديتش البال
مونيت انا كيبان لي يعني هاد يعني في هذا العام هذا كاينين ثلاثه دي سوجي، كاين كاين الدات ديال ماشي نقولوا الدات وانما نقدروا نقولوا يعني موفين تو ذا باك ستيج، بلوك تشين، ان اف تيز، كريبتو اكسيترا. كاين عندنا الاي اي وكاين عندنا اللي سميتو الاي اي وكاين حتى المسائل ديال سمارت. دونك بالنسبه لي انا هاد العام بان بان ديك البابل اللي كانت كتقال هذيك المده كامله بانها كانت بصح راه بابل بيرستات، وبان على ان اغلب ما كاين في داك السيكتور كامل غير فروض بلا اي شفره. ملي ما بقاش الفلوس تماك بنادم رجع للور، وكاين اللي تاهو تدخل عاوتاني في الاي اي، يعني دوك الناس اللي كيمشيو ديما مع الموجه راه دائما غادي مع الموجه، اذا ديما كيما تيقولوا صافي تشرب. ولكن ما كيعنيش على انه ربما الموت ديالو، لان هذا العام كنا شنا العام اللي فات اف تي اكس، هذا العام باينانس. دونك العام الجاي ربما تادر، يعني تادر الا بقات تمشات تما على الله شي طرف في مونديال الكريبتو تماك الله اعلم. وقع الفاينانس هذا العام هو كان وقع عليهم شي مشكل كبير، ولكن ما مازالين فاينانس عاوتاني بان بلا راه نفس هذاك الشيء، يعني راه كندوي على نفس هذاك الشيء كيما شنا مع اف تي اكس شفناه في باينانس، ما كاين زعما شي فرق، ما كاين ما يتزاد، يعني بخلاصه سبيسيفيسيتيز كاينين. مي تيبان لي على انه هذا العام هذا غادي يكونوا مور ريغوليشن على الكريبتو، غنشوفوا مور ريغوليشن عليه، غنشوفوا السي بي دي سيز. الا شفنا غير التصريح ديال ولي بنك المغرب تيقول لك بان حنا راه المسطره اللي هي قانونيه راه كاينه واجده، وانما واش هذاك الشيء واش الكريبتو غادي كيفاش غادي تستعمل، واش غادي تستعمل، واش غادي تيقوا فيه، واش هادو كلها اسئله باقا عليها علامه استفهام. بلوك تشين واش غادي نشوفوا مثلا مانيج سيرفيسز مثلا العام الجاي الله اعلم. واش غادي نشوفوا شي حاجه جديده، يعني ملي حيدوا دابا سكامرز واش دابا غادي نقدروا نشوفوا شي حاجه اللي غتخرج من هذا السبيس هذا الله اعلم. دونك كاين بزاف ديال الله اعلم فداك سبيس، يعني باش نكونوا موضوعيين بزاف ديال الله اعلم تماك. ولكن حاجه لي اكيده على انه كانت ارض خصبه ديال النصب والاحتيال، يعني هذه ما يمكنش نختلفوا عليها، ارض خصبه ديال النصب والاحتيال. ملي حيدوا النصابه واش غادي تخرج منها شي حاجه اللي تنفع الله اعلم. وهذه ميغور يعني انا متفقش على انه كان غير سكام، انا متفق انه كانت البروبابيليتي ديال السكام طالعه فيه. كما قلت لك ارض خصبه ارض خصبة، يعني ممكن انت تغرس فيها اللي بغيتي، بغيتي تغرس فيها سبام راه السكام راه كينوض. نسمى ارض خصبة وانا سميتها بروبابيليتي طالعه زعما خلينا نقولوا نفس الحاجه. غير شنو غير من الفلاح من الفلاح المول المات اخويا، انتم اخويا الناس ديال المات تبارك الله كتفكرهم وكانت ايزي ماني، كانت واحد الوقيته بحال اللي وقع في الاي اي دابا، كانت ايزي ماني باش انفيستور سبيتش لي ليدي ديال البلوكشين كان غير يعطيك الفلوس ويقول لك سميتو. المشكل اللي وقع سي كو جو بونس بلان ديال في بلان ديال سميت اخرى اللي ماشي فاينانس لا الاخرى FTX اللي وقع في FTX سي كو الفي سيز كبار ودازهم البروسيس وما ديتكتاوش بانها غير سكام. دونك كان سكام بعقلو، كان سكام قاصح. في سوفي دي فانس كبار اللي هو كيدوزك من عين البرا، وكان كان سكام. ما فكرتكش البيك شورت، ذا بيك شورت ديال 2008 فاينانشال كرايسيس، كاين اللي شافها كاين اللي ما شافهاش، كل ما كاينش كاين اللي شافها في بلاصتي يقول لكم ما يمكنش. دونك راه نفس العمليه صحيح، كنقول ديك دي البابل حتى تخرج تاكد من الباب. مي كنقول مازال البلوكشين عنده اليوز كيسز ديالو، غير التكنولوجي مازال خاصها شويه ديال مور ريغوليشنز. جو بونس تعلمنا سوفت امريكان تعلمات ذا هارد واي، وبزاف الناس تعلموا انهم يصبروا على رزقهم شويه، وغنشوفوا مور ريغوليشنز شوز كي المهم سيكليك في الدومين. سكامرز في ما كي المهم فلوس، ما كاينش كل فلوس كتعيش وكتلقى لها تخريج. مي دابا هنا غنشوف الريغوليشن اش غادي دير، واش غادي تستايفلي الانوفيشن كاع، يعني ما تخلي حتى شي حاجه، يعني غير باش نقولوا بالله راه اي هذه الحاجه راه غتبقى معنا وانما غادي نديروا عليها ليميتس اللي هما كبار باش ما تخرجش عن السيطره، ولا غادي تخلي الامكانيه لبعض البعضين على انهم يديروا دي سوليسيون انوفون. دونك بزاف ديال علامات استفهام صراحه. واحد دابا حيت نشوف علاقتنا مع الفلوس وعلاقتنا مع البنكات وداك الشيء، راه دوزنا سنوات باش ريغولاريزينا البلان ديال البنكات والتعاملات بالفلوس وداك الشيء. جا البلوكشين انترودويزا بزاف ديال الحوايج وبدل بزاف ديال لي كونسيبت. مي ملي كدوي على الفلوس ضروري خص الريغولاريزاسيون، ضروري خص
داك اللي غيحط القانون خصو يعرف شنو هي التكنولوجي اللي هو ديما معطل بسنوات على شنو واقع في التك. دونك كاين واحد السيكل ناقص. انا بروبلي نتفق معك، ولكن اصلا الموتيفيشن ولا زعما باش سيلين بوينت نتاع البلوك تشين وكذا هو هذيك القضيه نتاع بنادم ما كيعرفش شنو واقع انسايد لايك حتى واحد ما كيتحكم، والكونسيبت ديال حتى واحد ما كيتحكم ان جينيرال اتس هو ضد انه تريغولاريز هذاك الشيء، فهمتي؟ كجوج لي كونسيبت ما متلاقاوش، وهذا هو اللي بان لي انا بانه ما كاين حتى شي نقطه ديال التلاقي بيناتهم. دونك وي كان دو ذات، حيت اصلا ما يمكنش تخليها هكاك سايبه وصافي تثق في السيستم هو يسير كل شيء. جو كخوا با واش غادي تكون صادقه ولا كاين الناس ما غاديش يخليوها تصدق. هذا هو المشكل ديال الادابتاسيون اللي كاين دابا، حيت انه كما قلتي كونتر ريغولاسيون ديال انه واش تكون عندك سنترال اوتوريتي ولا ما تكونش. اغلبيه اللي هذوك الناس اللي جايين بهذاك الفكر الكومونيست الاشتراكي ديال انه داكشي ما خاصش يكون تابع لتا شي واحد، خاص يكون غير في السيستم، ومثلا السيستم يبقى تي فاليدي راسو بهذوك لي بلوك، هما الناس ديال البلوكتشين. والاخرين خاصهم تراسابيليتي وخاصهم بزاف ديال الحوايج، حيت عاوتاني دغيا الفلوس راه فيهم لي زاسيغونس وبزاف ديال الحوايج. دونك اصلا كاين مشكل ديال باريتي في السيستم. اي بليف الا بغيت تكون ادوبشن ديال البلوكتشين غير خصك تزادوا بزاف ديال لي تكنولوجي وحدين اخرين اللي غيعاونوه باش انه يقدر يولي سيستم ديال تراست اللي يقدر الدول مثلا انهم يخدموا به. سينو الا بغيتي غير ادوبتيه وغيكون فيه سيستم ديال الكونترول، راك بدلتي غير سيستم بانكير ديال شي حاجه سنتراليزي بشي حاجه ديسنتراليزي، ما درتي والو. و بلوس و بلوس البارتي ديسنتراليزي راها مور سلو، راه عندها مشاكل ديال بيرفورمانس، عندها مشاكل ديال كونسنسوس، وعندها بزاف ديال المشاكل وحده اخرى اللي باقي حاليا تيتقاتلو باش يحيدو. دونك باش تكون شي حاجه الاوفيسيال باقا بعيده، كتكنولوجي راها مزيانه بالبروف اوف كونسيبت ديالها والمسائل، بات لادوبشن زعما اللي تكون اوفيسيال ديال الدول وهذا يبلي اباغ الا درت شي حاجه بحال لاكس ار بي مثلا ولا ديال البلوكتشين ديال لي بونك وهذا، ما غيكون غير سايد مع هاد السيستم اللي كاين. غتكون عندك ان كونت بارتي اوف تشين، شويه ديال البارتي غتكون في البلوكتشين زعما ديال الفاليداسيون. اكزاكتلي يعني ما في الاخر مازال واحد يتحكم، هذا هو ليسونسييل. في الاول ما بدلتي والو، يعني هذا كان هذا هو الكور ديال الديسكسيون اللي كانت انا عندي دائما، يعني كنقول بلي بدلتي لامبليمونطاسيون صافي. يعني شنو بين ليا شنو تيتبدل، يعني باش كندوي على ريفولوشنري تكنولوجيز، يعني كتجيب لك ولا ديستربتيف تكنولوجي تجيب لك واحد الحاجه اللي واعره بزاف. ولكن هنا كاين واحد المعطى اللي خصنا نردوا له البال، مثلا في الدول مثلا اللي كاينه في بحال جنوب امريكا الجنوبيه مثلا، كتصيب عندهم استعمال ديال الكريبتو طالع، لان عندهم مشاكل بالنسبه البنوك المركزيه ديالهم الاقتصادات ديالهم اكسيتيرا. دونك يعني تما تيبان لك على انه هو راه حل بالنسبه لهذوك الناس، يعني كيعطي واحد لاكسيسيبيليتي لواحد سيستيم الترناتيف اللي ما كانش عندك. يعني راه هنا انا علاش قلت انا بزاف ديال علامات استفهام، يعني الريغولاسيون اللي كنشوفوا بالخصوص دابا مع التطورات الجيوستراتيجيه اللي كاينه في العالم، يعني راه كيبان لك على انه ضروري غادي يكون الريغولاتوري اوفرسايت غادي يكون عنده واحد الامباكت كبير بزاف. انا ما شوف انا ما مني لا بلوكشين لا تيك لا والو، انا هذا المصطلح ديال الجيوستراتيجيه اللي اول مره غيتقال عندنا في البودكاست. شنو هاد الحداد ديال الجيوستراتيجيه بسم الله وي عاتي كيفاش جابها حط السؤال باش يقول هاد الجمله ديال الجيوستراتيجيه صحه تمام صحه الرمداني صافي الجيوستراتيجيه. اشوف اخويا انا هو الكلمه اللي غتجاوب على هذا الشيء اللي تعبر على علاج الطاري، هذا فريمون صرا شي حاجه صعيبه كتبان على شي حاجه اللي صعيبه باش توقع تقول اشنو غادي يطرى الله اعلم، صعيبه صراحه. مي هذا واحد الحاجه اللي ردوا لها البال، يعني العام الجاي غنشوفوا فين غادي يمشي هذا الشيء. اوكي المهم ردوا، شوف الحلقه الجايه حلقه خصها تكون جيوستراتيجيه، هذا هو اللي استفدنا من القناه. أبدو تسمعوا في ليز ابيزود تاثير الجافا على جيوستراتيجيه قطاع البنك. شتي انت اخي محمد شتي كرياتيفيتي عندك داكشي في البلاصه ديفوبس وسوسيولوجيه ديبلويمون.
ثم الحلقه بالذات سوسيولوجي الشركات. اوكي دونك دونا شي على النفتي كريبتو اكسي تاعو. الحاجه اللي كانت حتى هي هذا العام هذا كان الكوا هذا هو الحدث الابرز اللي هو الاي اي ابديت. يعني شنو وقع في الاي اي؟ بزاف ديال الهضره بزاف ديال الابديت فريمون شهدنا تطور خطير في شنو ممكن دير الاي اي دير. كيفاش بان لكم هذا؟ المهم الكوا راه دوينا عليه بما فيه الكفايه في لي زيبيزود اللي فاتوا، ولكن هيك خلاصه هذا العام هذا كيفاش جاكم؟ تحول رهيب ولا كيفاش كيفاش شفتوا هذه القضيه هذه كيفاش تبعتوها؟ وهو رهيب الى حد ما، لانه عارف انه هاد هاد القفزه ديال الاي اي ماشي تمبوري، يعني غادي يدير بزاف ديال الحويجات. ولا كيسيون اللي كانت بزاف كتطرح هي واش الاي اي غاده تبدل الحرفه ديال فلان ولا فلان ولا فلانه، يعني سورتو في الدومين ديال التك شي حاجه اللي حنا عارفينها. يعني مابقيناش كنسمعوا على كوبايلوت بزاف يا يوسف، ولا كنسمعوا على تشات جي بي تي كيحل لك المسائل. دونك عرفت هاد القضيه دي ديال رومبلاسمون. كاين واحد الفيلم اللي كنصح الناس يتفرجوا فيه، يعني الا بغاو يبغاو يشوفوا هاد لا ترانزيسيون كانت طرات في الخمسينات، تفرجوا في هيدن فيجرز اللي غادي يدوي على فاش بانوا لي كالكولاتور ولا لي زورديناتور في الاول، كيفاش حيدوا الناس، كيفاش الناس اللي كانوا كيحسبوا باليد، يعني كانوا مثلا علماء تيديروا دي نيكواسيون تيخص الناس على انهم يديروا الكالكول مانيوال، وكيفاش تعاملوا مع هذيك لا ترانزيسيون في لا نازا، مستعملوا دوك الناس اللي كانوا تيحسبوا كيفاش دازوا من جا الاورديناتور تيدير داكشي اللي كانوا يديروا في نص النهار تيديروه في نص ساعه. هيدن فيجرز اكزاكتلي. جو كوا ديجا ديسكوتي وي بغيت تقول شي علامه قلت لك هيدن فيجرز فيلم زوين. الكوا كيما قلت راه ديسكوتينا بزاف هذا الموضوع ديال الاي اي اكسيتيرا. انا صراحه اسمح لي يوسف قص عليك، انا بالنسبه لي جاوني صراحه ماشي لي ديفلوبر ولا البروغرامر اللي تشونجاو، ولكن جات واحد لا فاغ ديال دوك وانا بي انتربرينورز اللي جاوا واستغلوا الاي بي اي ديال اوبن اي اي، قد واحد بزاف ديال لي زابليكاسيون فوق من داك الاي بي اي ديالهم، ومن بعد يجي اوبن اي اي ويجمع داكشي كامل وحبت منه وقالت لكم هاك يو كان كرييت يور اون جي بي صافي. ولاو دوك لي ساس كاملين ولاو داخلين يو بي سبسكريبشن يو كرييت يور اون جي بي تي كتستعمل جي بي تي ديال الناس بعدين اخرين. جاني انا صراحه هادو هما اللي تسحب البساط من تحتهم، و دو بريفيرونس ما عرفتش انا بوتيت ماشي شي اونتربرونور ولا شي حاجه، هي فكره هادي جاتني هو ان الواحد الا كان غادي يقاد زعما شي فكره فوميو يكري شي حاجه اللي عندها شويه لونغ تيرم فيجن، ماشي ايزلي ريبليسبل ولا ساهل غير شدا واحد انتغرا في شي حاجه واحده اخرى. دونت ويست يور تايم وصافي. هنا انا خي عبد العطي انا غندوي معاك نيت فهاد البوينت اللي دوسي عليه بوين مهم بزاف ديال هذا العام. شفنا الاي اي از ا سيرفيس، يعني كات واحد سوسيتي اللي هي ديك هي اللي عندها ذا موست كاتين ايدج، خاصك ترستيها بالداتا ديالك وكلشي ديالك داكشي اللي عندك كامل باش ان تخرج منها واحد لا سوليسيون تحل لك واحد سيرفيس. كنظن بين 2024 غادي تكون العكس ديسنتراليزيشن لوكالي ران ال ال امز واوبن سورس ال ال امز. متفق معك. هاد العام شفنا ابل كيف في واحد الورقه البحثيه ديالها في الاخر في ديسمبر كدوي على ال ال امز اللي ذات ار بين ران في اون لوكالي اون ديفايس. شفنا جوجل مع جيميناي كيفاش خدمته في بيكسل 8 برو. كنظن بان غيكون هذا هو الترند. بزاف ديال المجالات اللي ممكن الاي اي ولا جينيريت ما نقولوش اي نقولوا جينيريتيف لارج لانجويج مودلز يخدموا فيه يعطيو فيه واحد الامباكت كبير بزاف، وانما الداتا اللي كاينه فيه سواء ريغوليشن سواء تراست ما يمكنش على انني نسبميتي لاوبن اي اي ولا مايكروسوفت، وكاين صعيب الناس انهم يثقوا في هذه القضيه دي. كنظن بان هذه المساله هذه زائد هذاك التورمول اللي طرا في اوبن اي اي يكون عنده واحد نيجاتيف ايفكت، ونقدروا نشوفوا العام الجاي ولا العام اللي موراه اوبن اي اي ما تبقاش في السنتر ديال هادشي كان. كنظن يعني هاد التعطيل اللي معطله جوجل ولا ميتا ولا سميتو وسيرتو كاين واحد البوان ثاني واحد اخر شفنا هاد العام الادفانسمنت اللي دارت ابل في الاسوسيس ديالها بالنسبه لوكالي لوكال نورال بروسيسين يونيت. شفنا انتل هاد العام 14 جن الهايلايت ديالها هو لوكال نورال بروسيسين يونيت. ابل ام 3 والام سيريز تاعهم نفس القضيه، اي ام دي حتى هي
يعني كنشوفوا بلا اكسيليريتورز غادي يوليو امبيدد اون ديفايسز، يعني بزاف ديال التاسكس اللي كنا كنمشيو تنعيطوا النيتورك باش نديروهم غنوليو نديروهم لوكالي، وهذا غادي يبدل بزاف ديال الحوايج وغادي يبدلنا يحلنا بزاف ديال البين بوينتس اللي كانوا اون ديفايسز ديالنا حنايا، سورتو الناس اللي مثلا اللي كيستعملوا جوجل بيكسل مثلا، بدينا دابا كنشوفوا هذا الشيء، يعني كونتكست اويرنس باتر ديكتيشن بزاف ديال الحوايج ما تطرنش لها البال، ممكن يحلها غير الاي اي وممكن يحلها غير لوكالي، حيت اللي تنسي باش تصيف داكشي النيتورك زائد البرايفسي زائد بزاف ديال الحوايج راه يعني هاد يعني كنظن بلا هاد السبيس هذا It's gonna be more exciting ولكن ماشي بهذيك الاكسبلوسيفنس اللي شفنا هذا العام هذا، بحال مثلا فاش الاخر جي بي تي 3 وجي بي تي 4 كوز واو، يعني غنبداو نشوفوا انكريمنتال ايتيريتيف ابديتس وغادي نبداو نشوفوا مور يوز كيسز اللي في شكل اللي نوت ايزلي ريبليكيت اللي ماشي بسهوله على ان واحد يقدر يدير كلون ديالها. بحال كتقول بانه هادشي اللي شفنا كان سريع بزاف، دونك بروبلي نعم لي جاي ما غاديش يكون شي حاجه اللي سوبر واو ولا شي حاجه، يعني دابا هذا هو المشكل، دابا هذا هو المشكل دابا اللي عندنا حنا، دابا الا جينا نشوفوا ديفايسز مثلا كاملين نشوفوا حنا ديفايسز مثلا الى رجعوا ل 1000 ديما نحاول نقارن مع شي حاجه ورجع في التاريخ شويه 2007 فاش خرج ايفون 2 جي وقارنوه مع ايفون 3 جي و 3 جي اس ماشي واحد الليب كبيره، ايفون 4 الليب كبيره بزاف، جي ثاني من ايفون 4 حتى الايفون 10 عاد شنا اكبر ليب، دونك يعني هاد يعني ديك بحال كيما تيقول لك يعني مثلا في الاس ان اي فمثلا باش تريد شي 99.9% تيقول لي فور من 0 ل 90 هو لي فور من 90 ل 95 ومن 95 ل 99 انت غادي، يعني دابا ما حد القضيه من لا كومبلكسيتي غاده كتزاد تيبان لك البيس ديال الانوفيشن تيتقال، وانما لا راه حيت لا كومبلكسيتي تزادت هنا باش نحلوا هاد سيرتو هادشي ديال لوكال ران ال ال امز ما غاديش يكون بحال هكا، خصو بزاف ديال ليتيراسيون لان كاينين بزاف ديال لي تشالنج هنا. اكزاكتلي شكرا سي عثمان على التوضيحات، وجيك خويا انا زعما كنضم ليك ابل فاش غادي تدخل لهاد القضيه خصوصا ديروا شي حاجه اللي هي ان ديفايس غادي تكون شي حاجه اللي وجيك خويا هي الوحيده اللي غادي تستافد من هاد المعمعه كامله في الخارج، وراه حنا شفنا هاد العام راه هاد العام غير في اي او اس 17 شحال ديال الفانكشناليتي راه كدار لوكالي راه كدار نشوف بحال ديك القضيه ديال سميتو اكستراكت باك جراوند شتي هاو افورتليس كيدير هاو افورتليس القضيه الديفايسز ديالها لوكالي اون ديفايس حتى الاوتو كومبليت ديالهم غوت بيتر وكيخدم اوف لاين متفق معاك. ونعطيكم واحد ليكزومبل واحد اخر في جوجل بيكسل مثلا كتقدر دير هذاك ريكوردر اللي كيسجل لك الصوت ديالك تيقدر يدير لك ترانسكريبت في البلاصه، انا دابا بعض المرات كنكون كنتفرج تنصيب مثلا فيديو سبليونيه ولا فيديو مثلا بشي لغه واحده اخرى ما كاين سوتيتراج كتديرو في البلاصه طاق تي يدير ترانسكريبشن ديال اللغه اللي هذيك اللي عنده تما كيسيبورتيها، وممكن على انه يمشي عند جوجل ترانسليت يخرج لك يدير لك ترانسليشن ديريكت فريم واحد الحاجه اللي مسطيه اكزاكتلي. دونك شكرا الشباب. كاين داك السؤال ديال واش الاي اي غادي ترومبلاسي البروغرامرز، الخبر كان داك الانترفيو نتاع مع الصات نتاع ستابيليتي اي اي ما عرفتش شنو سميتو وقال لك من هنا 5 سنين غادي يبقاو لي ديفلوبرز، المهم من حقه يقول لي بغا ولكن از سامون لايك وران لايك ا كومباني بحال ستابيليتي اي دونك غادي يكون بازي هضرتو على شي حاجه اللي هي ميك سنس، ما عرفتش ما مدى زعما الصحه ديال داكشي اللي قال. عندي واحد الانترفيو فهاد القضيه اسمح لي واش غادي نقص عليك اخي يوسف، عندي واحد القضيه هو اي ثينك زعما اي اي كان نيفر ريبليس هيومنز ف ميبي كتشانجاو كتمورفا كيفاش كنحتاجو الهيومنز كتبدل الطريقه باش كيتبدلو الجوبز كيتبدلو بزاف ديال الحوايج، ولكن ما عمر ما غادي ترومبلاس الاي اي الهيومنز حيت الهيومنز هما اللي كيخلصوا الاي اي تو سامبلون without the economical value اللي كيكرييو الهيومنز I don't think anyone would create this service ديال الاي اي شكون اللي يخلصو no there is no incentive هذا هو الراي ديالي. لا المشكل هنا هو ان خص بنادم يشونجي الدايره داكشي علاش كندو ان الناس اللي ما كيخدموش الاي اي تولز خصهم يجامبي ويبداو يخدموهم حيت الا بقيتي بحال هكاك واحد شويه ما تقراسك اوت ديتد بحال كتقول كان خصك تجوني الانترنت شي واحد جات في التسعينات وكتقول لي حكا راني ما دخلتيش في الانترنت هايبرك اوت ديتد عشان خصنا راه حنا في الله في البدايه ديال الهايب دونك ما عارفينش شنو غيطرى من بعد باقين بزاف ديال التشانلز كيحاولوا يشدوهم.
متفق مع عبد العاطي دون نصوص انه الهيومن ضروري غادي يبقى مي باغ كونتخ نرجع للبلان اللي قلت عثمان في الاول ديال لو فيت انه خاصنا اون بيريود ديال الادابتاسيون راه بحال اللي يبني الله بانوا البي سي في الاول ديال لي ماشين غادي رومبلاسيونا جو بونس غادي نلقاو غادي لينوفاسيون ديما كتجي صعيبه مي خصنا واحد الوقت ديال الادابتاسيون لي ديفلوبور جو بونس بالطريقه باش كنعرفوهم دابا سا فا با ايتغ لو ميم زعما مابقاوش نكتبوا الكود بنفس الطريقه اللي كنا كنكتبوه بها اللي جرب كوبايلوت كيقدر يجينيري الكود راسو اللي ناقصو هو الكونتكست بريت خافيك مور كونتكست غادي يقدر يجينيري الكود احسن بريت كو غادي نوليو من تراديشنال بروغرامرز للمور برودكت اونرز اللي هو يو ديسكرايب سامثينغ كيخرج لك الكود وانت كتويكيه يو بروفايد ذا كونتكست ولا غيولي مور كومبانيون ولا يور كوبايلوت انت كت درايفيه وكتعطيه داك الكونتكست وكتويكيه بحال دابا اللي كدير مع البرومبت هو كيخرج لك الكتابه دونك غنوليو مور بروداكتيف اي دونت ثينك ات ليست في الخمس سنين الجايه وي ويل ريتش انه غي رومبلاس البروغرامرز 100% مي غادي امباكت الخدمه ديالنا الامباكت في غيكون سينيوريتي بزاف ما غتبقاش سيريغ تو رايت كلين state of the art code اللي كتقول لك دابا حكا هي اللي كدير ديفيرنس ما بين سينيور وبيجنر اي ثينك هاد الجاب غادي ينقص باسكو المهم كود كومبليشن دابا الا ترينتيهم على كود مزيان غيعطيوك كود مزيان دونك the more code they have the better the code output غتكون دونك it's going to be really good في اللي بغى يبدا البروغرامين الانتري بار غادي تنقص واحد السؤال هذا القضيه اللي قلت انا غادي تنقص شويه السينيوريتي دونك حنا ذا هيومن زعما ديما كنحتاجوا شي واحد يكون سينيور على شي واحد حيت هذه هي راه شي زعما لوجيك باش شنو غادي يوقع باش ديفيرونسي بنان يعني شنو هما السيرفيس اللي يكونوا مهمين دابا غير كنفكروا في العالم ياك هذيك اللعبه ديال كل شويه تخمينات مي جو بونس كو دابا السينيوريتي في الكود ما غتبقاش بريت غتكون سينيوريتي في شي حاجه اخرى اند وي نيد تو فيجر ات اوت خصنا نلقاو كيفاش ديك السينيوريتي خصها تكون بريت اللي كي كيكون برومبت ولا برودكت غيكون سميتو من بعد حنا وليو مور اركيتكتشر مور ديزاين كيفاش نديرو البلانات مي بروغرامرز اي ثينك از وي نو ات ناو اللي هو كتكتب كود ميلي 100% صافا غتنقص شحال كتكتب ديال الكود وجينيرالمون ما كتكتبش بزاف مي غتنقص شحال كتكتب ديال الكود وداك اللي يلاه باغي يتعلم غادي تجيه ساهله انه يدخل البروغرامين هذا البلا اللي بغيت نوصل هو انه غتعلم داك تعلم لونغاج وتماستريه ما غيبقاش بزاف باسكو الاخر غيولي تعطيه دير ليا شي لعيبه ولا غيولي ديجا يعطيها لك في البلاصه بريت دابا كنقدر نكتب كلاس كيقدر يكتب سمول اب من بعد تقدر تعطيه يجينيريك كومبلكس اب وانت خصك غير تشوكيها وتكونفيغوريها ودير بزاف ديال البلانات دونك الانتري ليفل البروغرامين كيبان لي غادي يهود بزاف اند وي ويل نيد تو ادابت اقرب حاجه كتبان لي تو بيكام هي مور product managers اللي هو you describe your need you manage the product ما غتبقاش بخاص technical product manager that the term وانك you describe the need from a technical point of view كذلك هنا اخي محمد انا كنتفق معك في هذا البوان هذا وانا غنعطي واحد الانالوجي اخرى علاش ريكومونت الفيلم ديال هيدن فيجرز يعني كيدوي على هاد ليكزومبل هذا بالضبط ديال انه الناس مثلا كانوا تيحسبوا مثلا مانيوالمون من بعد ما جا الاورديناتور تعلموا هما كيفاش يبروغراميو الاورديناتور باش يحسبوا بسرعه ديال اكبر دونك كنظن بلي نفس القضيه البوان اللي دويتو عليه ديال كوبايلوت هو احسن انا داك التيرم اول مره مايكروسوفت تدير شي براندينغ اللي كي منطقي ماشي اكس بوكس سيريز اكس ولا شي اس بي ما عرف اشنا هويا كوبايلوت ستريت تو ذا بوينت راه غادي يعاونك انت باش دير واحد الحاجه بحال انت سايق في الرالي تيقول لك دور على اليمين دور على اليسار وانما انت اللي كتاخذ لا ديسيجن مي هو انا هنا شنو هنا اللي بان ليا هنا صعيب ولا الحاجه اللي خصنا نردو منها البال ونيفو ديال هاد الايا دي سورتو في الدومين ديال ليديوكاسيون دابا ملي دابا ولينا كنشوفو كاع داك العجب اللي كنا كنحصلو معاه فاش كنا نقراو دوك السلاسل المعنكشه ودوك التمارين المعقده كتصور شات جي بي تي تعطيك الجواب ديالها اذا يعني كاع ديك الطريقه ديال التعلم ديالنا حنا ما بقى عندها حتى شي قيمه ولا حتى شي اهميه وسمحوا لي مي هنا ديك الطريقه بها باش تكريدي التلميذ راه ولات فضيحه دوك هذا صعوبه كبيره خصنا نتعاملوا معها وانما غتجيبني الحاجه اللي صعيبه
دابا الى عندك واحد الشخص اللي ما تيقدرش على انه يوصف وما تيقدرش على انه يكتب مزيان، كيفاش غادي يقدر يتعامل مع لارج لانجويج موديل؟ الا ما كنتيش قادر على انك ديسكرايب مزيان وتوصل له المعنى، راه ما كاين لا برومبت لا حتى حاجه. اذا يعني هنا كنرجعوا للبيسكس، واحد خصو يكون يعرف يقدر يكتب مزيان، يقدر على انه يقرا مزيان، ويقدر على انه يفهم. هاد ثلاثه الحوايج مهمين. ديك خويا راك جاوبتيني على السؤال اللي سولت محمد، هو القدره ديالك على الكتابه وانك داكشي اللي في دماغك تحطو مزيان، هذاك هو. سولتيني السؤال اخويا ولا هذا السؤال قال لك انا في بالك ما سولتينيش. بعدا قلتي السينيوريتي في الكود، يعني تولي شي سكيل وحده اخرى، والسكيل راه هي كيفاش تتعامل مع هاد اكزاكتو. هذه قصدت بها برودكت مانجر، يو نيد تو انت شنو غتقول لي شنو غدير، ما غتبقاش تكتب داك الكود، ما بقاش في راسك وغتحاول تخرج الكود، انت غتولي توصف لي شنو لابليكاسيون غدير، هو غادي هو اللي غادي يدير هذيك. وهاد القديم ما نقولوش هذه اصعب حاجه عندنا. دابا ملي كنجيو كندوي مثلا كندوي مع ديزاينر، هو اصعب حاجه عندي نفهم الكليان شنو باغي، ملي كندوي مع ديفلوبر هو اصعب حاجه عندي نفهم الكليان شنو باغي. دونك هذا ديما غادي يبقى من غير الى نورا لينك ديال ايلون ماسك صافي، ولا تقدر على انك تركب بور في الدماغ وكتعرف اش باغي. انا ما نعرفش ورا بعارف راه ماشي كيسيو ديال ما عرفش يوصل ما عرفش باغي. عندي واحد الاضافه بالنسبه للسينيوريتي كيفاش تشونجا. اي ثينك كاين جوج ديال لي فولي. الفولي الاول هو غادي نتنديو تورز داك سيتيزن ميكر اللي غادي يوليو عنده بزاف ديال لي تولز اللي ممكن يسخرهم باش يقاد باش يقاد سام تايني برودكتس اللي كيحلوا بزاف ديال المشاكل، وسبيسيالايز الكونتكست اللي هو فيه اللي ماشي كلشي عارفه. والحاجه الثانيه هي جو بونس غادي تولي قيمه اكثر عند شحال من عام غادي كندوزو في الشركه ديالنا، ولا شحال من عام غادي تبقى مع الشركه اللي انت فيها، ما بقاوش كل عام عامين كنقزو، حيتاش داك الكونتكست غادي يولي هو اللي عنده الفالور اكثر من لو سافوار فير في لو بروغرامين ولا وريتي. سو اي جوينز ديك الفكره اللي قال محمد ديال اننا غادي نوليو مور اوف تكنيكال برودكت اونر اللي عنده الكونتكست اكثر ما عندنا السكيل ديال بروغرامينغ، which of course is very important. تاعي انا تسمحني كاين بوان ديال سير اخويا مويتك في القضيه زعما ان بروغرامرز ولا ديفلوبرز النهار الاول هما تيديروا بروبليم سولفين، فهمتي؟ دا سمارت بيبل اللي تيحاولوا انهم يحلوا المشاكل. اي بليف ديما غيكونوا مشاكل اللي خاصهم يتحلوا، بقى خاصهم يتحلوا بالكود ولا بشي حاجه واحده اخرى. ولا المهم ضروري تكري شي بركه واسميتو. لا ما اهم حاجه هو انه ديما غيكونوا مشاكل، وديما لاندستري غادي تبغي لاك سمارت بيبل انهم يخدموا فيها. دونك هذه القضيه ديال انها تغون بلاصي 100% راه ما كاينش. او اي بلي في اي دومين اللي كنتي مونوتونوس راه تقدر تغون بلاصه زعما، لايك الا ما غون بلاصاكش الاي اي غون بلاصك شي تول غون بلاصك شي واحد اخر ولا شي حاجه، لكن تشتي دير نفس الحاجه وتديرها كل نهار بوندون واحد المده طويله راه وما تزيدش فيها لقدام مثلا، راه اي حاجه تقدر تغون بلاصك ماشي غير الاي اي زعما. سو نفس الحاجه هنا، ما غير كاين شويه ديال الريزيستانس والشانجمون اللي كاين شي ناس ما بغاوش كاع اصلا الاي اي ما قابلينهاش، كاينين شي ناس عاوتاني اللي تي بريتشيو الاي اي كوم كوا هي اللي غتبقى تدير كلشي، كاينين عاوتاني الناس اللي رياليستيك الوسط يقولوا اوكي اي ويل يوز ات از تول، خرج واحد تول واحد اخر غنخدم به وصافي باش انني ندير هذيك الخدمه اللي خاصني ندير. وإلا عرفتي تكتب برومبت مزيانه وتجادجي هذاك الكود بلي راه هو مزيان وهو اللي غيحل هذاك المشكل، تكتب الكود انت ولا تكتبو شات جي بي تي سي انت طايز ديريك. الهدف هو السوليسيون. شكرا شكرا الشباب. كيما قال لك الخلاصه هي انه المهم في تفاصيل السؤال ديال واش غادي يعوض ولا لا، غالبا لا، ولكن الا ما عوضكش اي اي غادي يعوضك شي واحد كيخدم الاي اي. دونك رد البال غادي تبدل الخدمه ديالنا اليوميه، ما تبقاش كيف ما هي، غادي تبدل. هذا هو الخلاصه، وانا ما عارفينش كيفاش غتبدل من هنا. لاش من هنا لاش من هنا عام عامين خمس سنين صادي بون على راه دابا كوبايلوت راه تبدل، راه قانون كوني كلشي كيتبدل. كوبايلوت راه ديجا بدل لينا الخدمه. كوبايلوت باش كتبقى مخليش كتبقى تحمق راسك بزاف، دوك لي فونكسيون سالين كتكتب غير الكومونتير كيجينيريه ليك. دونك راه ديجا بديتي انا لاحظت فراسي شي خطره ما كتبغيش تحمق راسك.
كدير كومونتير، درا ما عمرك كتبتي شي كومونتير بحال هذاك لي تيب ديال اللي كان ديال اكزاكتو، كتمشي تكتب كومونتير باش هو يكتبها لك فوالا اكزاكتو. راه بدات الخدمه كتبدل تي فوا، دونك راه كاين لو شونجمون. دونك هاد لو شونجمون فين غيوقف؟ هي فين باق كاينه لا كيسيون، على حساب فين غتوصل الديفلوبمون كيف ما قلنا ديال شنو طار اكزاكتو. كاين واحد هو عاوتاني راه كنرجعوا لي باز، كنرجعوا ثاني لي باز، راه بحال شكل ديال الكالكولاتريس. انا دابا كيجيني ان اقرب حاجه لهذا الشيء اللي كنهضروا عليه هو الكالكولاتريس. كانوا كيقولوا بلي بنادم غادي يتكلخ ما يعرفش يحسب، وانما في التعلم راه دمجوا الكالكولاتريس وسط سميتو، اللي كيقول لك واحد الوقت يشوف ممنوع تخدم بالكالكولاتريس باش تعرف كيفاش تتعامل مع القضيه. حيت دابا المشكل دابا اللي سطونا يعني مع راسي ولا مع الناس بصفه عامه، ملي كتتعامل مع واحد لارج لانجويج موديل، هو الهالوسينيشنز ديالو، ديال الا ما كانش عندك الكريتيكال ثينكين وكتعرف على ان دير كروس فاليديشن، يعني مثلا داكشي اللي كيعطيك كتجي تفيريفيه، راه راه شي مرات راه كيحل لك شي حاجه ما كاينهش. انا بخصوص هذيك اللي شفتها فيه، ملي كندير كود انسيبل، كود انسيبل ما موجودش بزاف في الانترنت، يعني ما عندوش بزاف ديال سميتو ديال لي ريفيرونس مثلا منين غادي يجيب، منين غادي ترينا. ولا مثلا كتعطي مثلا شي بوليسي ديال شي كلاود بروفايدر عيب ضحك كيجينيري لك ديال AWS مثلا. يعني خاص تكون عندك، الا كنتي ضابط الحاجه وعارف كيفاش تفاليديها، كتولي كتستعملو كاوتي. بحال دابا مثلا انت تحسب الكالكولاتريس، كتقول مثلا واحد الحساب تخرج لك بحال تيكون مثلا حساب كتله الذره وكتخرج لك 200 كيلو، واش هادشي مقبول؟ راه هذه هي القضيه خاصو لي عندنا حنا هنا، ديال الا قدرنا على انه تكون عندنا الكريتيكال ثينكين، تكون عندنا القضيه باش نكروس فاليدي داكشي اللي تيخرج لنا لالام، راه غادي يمكننا على اننا نكونوا سرعة ونكونوا افضل بزاف ديال الحوايج. ولكن اذا كنا كنستعملوه بطريقه ديال اللي جابها راه هي الحقيقه، تماك مشكل. انا عندي واحد النقطه ممكن نضيفها اخي عثمان، هي ان بعض المرات كنساو بلي الدماغ ديال الانسان فيه عنده واحد الخاصيه ديال النيوروبلاستيسيتي. مثلا حنا دابا كاملنا تعلمنا الحساب الصغر، ولكن ات سام بوينت ما بقيناش كنستعملوا داك الحساب بزاف، كيهبط كتهبط ديك السكيل ديالك واحد شويه ما كتبقاش. ولكن في اي وقت راه تقدر تعاود زعما ديك السكيل تعاود ثاني تحتاجها، كما السيوس دابا ما بقاش ولا كيستعمل كوبيلوت بزاف، ولكن راه فوق ما حتيتي راه ينضيك. غير هو دابا هنا القضيه خاصك تكون اكتسبتي ديك المهاره. دابا هنا فين القضيه صعيبه في التعليم، هي ديال ان التلميذ فاش كيلقى انه كيقدر على انه يجاوب على داك الشيء في 2 سكوند، راه ما غاديش يجلس يحرق راسو باش يديفلوبي دوك لي كومبيتونس ديالو. راه بحال في المثال، ماجي مثال عثمان، يعني مادام ذكرتيها كاين هذا السؤال ديال كاين بروبليم دابا ديال الناس اللي يلاه كيقراو، بالنسبه لكم شنو هو الحل؟ مهم اسئله صعيبه ولكن انا نقدر نعطي واحد الفكره دابا اللي مازال تدور في راسي. خص الناس يرجعوا يقراو بعدا، هذه اول حاجه. صافي بلا ما دخلتوا اسير كبناتو صافي معك. دونك هذا اول بوين اللي بدات في مريم، هذا هو باش كنتنيت، يعني خصنا بعدا نرجعوا بعدا نقراو اول حاجه، يعني خصنا نرجعوا للور نقولوا اجي خصنا نتعلم. هو هاد لارج لانجويج مودلز كيعاونونا خصنا نتعاملوا معاهم ككوبيلوت. راه بحال نعطي الانالوجي ديال الطوموبيله ديال الرادي، واش هذاك الكوبيلوت اللي تيكون مع الشيفور واش ولي تيسوق تيقدر على اليمين ودر على اليسار، وانما الشيفور هو اللي تيتحكم. اذا راه عاوتاني خصنا نرجعوا لهاد القضيه ديال انه هذه بالخص كرد ليها البال مثلا مع لي بي اف، تجي مثلا تعطي واحد شي تشالنج ولا شي حاجه من قبل اللي ما كانش هادشي، كان تشالنج يعطيك غربان صراحه الله. يعني كتقول مثلا بلا اذا كنتي حاط مثلا دي كريتير راه كتجاوب عليهم تماك، وين دابا مع شات جي بي تي قدما اللي عطيتيه غادي يقدر يخرجها لك. كاين واحد البوسيبيتي كبيره ديال ان دوك البروبليم اللي غتحط غتلقى له الحل ديال دونك ما بقاتش كوميتون واحد الطريقه ديال انك تنزل. هنا كيطرح المشكل بالنسبه لي زيتيديون، تيجي مثلا كنتي كتعطي واحد لابليكاسيون جافا مثلا، واحد البروجي يبقى يحرق في راسو واحد المده باش يديفلوبي هذوك السكيلز وباش يتعلم، تيمشي تعاد شات جي بي تي تيجينيري في 5 دقائق وتيجلس يبقى في تيك توك يبقى سكرولي، وكون مثلا شي حاجه اللي كتنفع. مي هنا نرجعوا للبوان اللي قالت مريم، خصنا نرجعوا نخدموا نرجعوا نقراو، ضروري العتله. لما كايناش العتله راه واخا يكون عندك تراكتور كتقدر تحرث به واحد الارض كامله، راه ما تعرفش تشد العتله باش انك تغرس واحد الشتله. انا عندي اختلاف، ما يمكنش الطبيعه مول تحت الطبيعه البشريه هذه، عاوتاني ما يمكنش الطبيعه مول فلك شي حاجه سهله وانت غتمشي تجيها صعيبه صراحه. في اغلب الاوقات ما يمكنش البيسي حدايا وانا غنمشي عند اش كيتسمى سويتش بورد ونقول ليه دير لي التليفون.
ما يمكنش عليا كالكولات خيس، غنجبد كالكولات خيس نحسب عمليه حسابيه كبيره، وغادي نجبد ورقه وسيرو ونبقى نحسبها. دونك انا كيبان ليا لي دو بارتي خصهم يتادابطاو، حتى لونسينيومون التعليم خصو يتادابطا بلي راه كاين شات جي بي تي. كيما شحال هذيك كنا كنديروا ورقه وسيرو في الحساب دابا ولا كالكولات خيس مقبوله، شحال هذيك كنا كنديروا البروغرامين في ورقه دابا ولا كدير بروغرامين في بي سي. جو بونس شات جي بي تي خصو تحل خصو يولي كومبانيون للتعليم. المشكله كاين واحد الطون ديال ادابتاسيون دابا حيت لينوفاسيون كثر خصنا واحد الوقت باش نتادابطاو. باش نجاوبوا شكون هي؟ المهم سير هذيك اللي قالت شنو خصنا نديروا دابا. سنديه ما عندك ما دير، غير تقراي ولا غير تقرا. التعليم غدوز امتحان بالطريقه اللي كاينه دابا، وغادي دوزي البلانات اللي كاينين دابا. مره جاتك شي حاجه صعيبه غادي تستعملي شات جي بي تي، عاوتاني باش تكونوا واقعيين باش ما كتبوش على راسنا. حيت شحال هادي فاش كتحصل كتمشي تسول صاحبك كيفاش خرج لك هادي، عافاك نقلني هادي. دونك دابا ولات عندك قضيه سهله، الا حصلتي غتمشي تسول هذا مي راه في ليكزام غير ما غيحكيلاش معك لا شات جي بي تي لا والو. دونك غيكون ديما البيزوان انك تمشي دوز تمشي تعلمها بعدا عاد باش دوز ليكزام. دونك خصك تنجح ديال الاولى، هادشي علاش كتقرا باش تاخذ ديك الدبلوم ودير به شي لعيبه. من بعد في سوق في الخدمه واش فوقت فاش تخرجتي غتكون تبدلات ولا باقي كاين مازال بزاف ديال الوقت، كاين الوقت ديال الادابتاسيون. دونك كيپ ان اي نوت مي في القرايه دابا اخليك كتقرا كيف ما انت افيك مره غتستعملو حيت كيسهل الحياه. الاي كيو كاين واحد عرب تو بزاف على الاي كيو. الاي كيو ماشي هو المعيار الوحيد باش تحسب به الانتيليجنس ديال بنادم. الاي كيو دار في واحد الوقيته اللي كان فيه الحساب واللعيبات والبلانات، ماشي هو المعيار الوحيد. ولا خديتي معايير اخرى كيبان لك ان الانسان ولا ذكى ماشي ولا اكثر كلاخين. دونك حنا كنتادابطاو بزاف، وكيبان ليا بانه الا بقينا غير كننيجليجيو هاد لي زوتي ما غنافونسيوش. دونك سيغمون غادي تادابطاو سيغمون غادي يجيونا. دونك خصنا نلقاو شي مويه باش نتادابطاو معاه. داكشي علاش انا كنعطي ديما ليكزومبل الكالكولاتريس يعني باش ما نخافوش من الشونجمون، ولكن في نفس الوقت خاصنا ضروري نديرو في بالنا كيفاش نستعملوه بطريقه اللي هي مزيانه. دابا هنا نعطي ليكزومبل الكالكولاتريس لا بان تعب المشي، نقولوا بالله كاين الطوموبيل غادي يديني علاش انا غنمشي نتعلم نتمشى. كاينين شي حوايج بزاف خاصنا نتعلموهم وديك الساعه من بعد كتسمح لينا باش اننا نستعملو حوايج اخرين. يعني علاش تيبان لي انا انه هادوك السكيلز دابا اللي شفنا يعني في التقارير الرسميه مثلا بلا تلام ما تيقدروش على انهم يقراو، ما تيقدروش على انهم يكتبوا مزيان، ما تيقدروش ان يديروا البيسيك ماث اكسيتيرا، هادشي عندنا فيهم جابس. يعني ملي غتجي تستعمل شات جي بي تي ولا غتستعمل هاد لي زوتي اللي غادي يخرجوا راه غتستعملهم وانت ما ضبطش. بحال اللي كتقول لي مثلا واحد ما كيعرفش يسوق وغنعطيه بواط اوتوماتيك باش نحيدو لومبرياج، راه ما كيعرفش يسوق اصلا، كي درتي له بواط اوتوماتيك عطيتي بواط مانيوال، وانما اللي كيعرف يسوق بواط مانيوال مثلا عطيتي اوتوماتيك تقول له ربط رجلك وسير سوق عاد. دونك راه هنا فين كاين القضيه، واحد كيسهل عليك الخدمه، متفق معك ان هذا هو الانسان طبيعته انه تيميل للاسهل، ولكن الا كان ضابط الحاجه ملي كتزيد تسهل كتسمح له بانه يكون كرياتيف اكثر، كتسمح له باش انه يبيلد حوايج اكثر وحوايج احسن. لهذا خصنا ما نخافوش من هاد لي زوتي هادو ونستعملوهم لمصلحه ديالنا، ولكن ما نهملوش هذوك الحوايج الاساسيه اللي غتمكننا باننا نستعملو. يا شكرا غادي نعاود نشوفها من واحد الزاويه اخرى شويه قريبه للدومين ديالنا. وحنا ديما كنستعملو لوت اوف فريم وركس اللي كيسهلوا علينا بيتاتر كي ابستراكتيو دوك البيزكس ديالنا بزاف، ونقدروا نشوفوا في هاد لي زوتي كاملين غير ك انذر ابستراكشن اللي كتعاوننا باش نديروا هذيك الخدمه ديالنا بواحد الطريقه اللي سهل بزاف. ولا لاحظتوا حنا ديما كنقولوا للناس فوكس اون ذا بيزكس، هذه هي النصيحه اللي كتعاود بزاف من كاع دوك لي سينيور اللي كيحضروا في كيس بلا بلا بزاف، باك تو ذا بيزكس. سو بنفس اللوجيك وبنفس المنطق غادي نقولوا لاي واحد باقي كيقرا دابا في المتتاليات والجبر وسميتو بانه هذوك البيزكس اللي كتقرا راه دي ار نيسيسري، هما اللي كيخولوا لك باش انك تعلم بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين اللي كيسهلوا عليك الخدمه ديالك، وفي نفس الوقت الا نقض عليك الانترنت تقدر تختار علينا انت عاوتاني هذا الشيء هذا كامل. كنت غادي مزيان ولكن عيني وي قبل عيني هذيك الكونديسيون ما عندهاش الحل انسى.
اوكي شكرا. المهم الديسكوسيون ديال الاي اي كما قلنا راه دوينا بزاف. No one knows exactly what's gonna happen. For sure الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها هو هادشي يتغير, which is ما لاحظنا في هذا العام. انا شخصيا بعدا لاحظته. دونك just use tools, try باش انك تادابت اكثر واكثر, which is ما الحاجه اللي نقدر نقولوها. اوكي كاين اخر حاجه اللي جو كانت هي استمرار العامات ورا كورونا لاي اوف بارتو في ديال ديال الاي تي. المهم محمد از نوت الو تو توك اباوت ذيس, ولكن ماشي مشكل غادي ندوي غير حنا. دير له ميوت, دير له ميوت هو الاول. المهم خو من بعد كورونا 2020 2021 من بعدها ولينا كنشوف بزاف ديال اللاي اوفس. هذا العام هذا جو بزاف. قبل منها كانت فيسبوك دارت اللاي اوفس, جوجل هذا العام, امازون جو كوا, سبوتيفاي, تو ماتش, يعني كاع البيج كوربوريت كانوا دايروا اللاي اوفس. واش هذا كيعني بان شنو هو السبب هذا؟ حيت بديت ديسكوتينا هاد المواضيع هادو. وشنو هي السيتياسيون جو في الماركت في المغرب؟ اصلا ما عندناش هذا الكونسيبت ديال اللاي اوفس, اتليست ما شفتهاش بزاف في المغرب, ما عادش بروبلي, ما رانيش عارف. ولكن اتليست البيج ماركت فيه هاد لي لاي اوفس هادو, شنو واقع وشنو كيعني هادشي؟ واش الاي اي كياخذ الناس خدمتهم ولا غير ماركت سيتويشن ولا شنو واقع؟ لا ما عندها حتى شي علاقه بالدير فيديو. غادوي نستعملوا الكلمه اللي جبت اليوم المره الثانيه. ديروا له ديروا ميس جو استراتيجيه جيولوجيا شي حاجه ولا ميتيو. قريتي بزاف دوك اللي كيكتب زوكربيرغ و سيرغي والاخر, انا ماشي سيرغي, بيتشي و الاستاذ ديالنا دانيال اك. ما له حتى علاقه بالاي اي. اللي كان وقع هو كان فري موني في 2020. كان بنادم معزول في الدار وكانت الفلوس كتخرج, كان بنادم ما كيخسرش بزاف, دونك الاي تي ستاف كانوا خدامين مزيان. دونك كلشي كان حقق سنوات ضوئيه رائعه, سنوات ماليه بلوتو. فيسبوك, جوجل, ادز كانوا خدامين باسكو كانت هو المويه الوحيد باش تري شي بنادم. لكن واش ريكريتاو بزاف هذاك العام؟ وانا جايك علاش. دونك الفلوس دخلت بزاف, دونك باش انفيستيو في الفيوتشر وباش يسميتو, حيت ملي كتطلع شي حاجه كتقول راه كدير توقعات. دونك التوقعات اللي كانوا غيبقاو طالعين. دونك شنو داروا؟ ريكريتاو باش انفيستيو في حوايج اخرى, حيت في الاي تي الا ما انوفيتيش كتموت. دونك هذا هو الهضره اللي دايره. دونك خداو بزاف ديال الهايره وبزاف ديال عباد الله. كاين اللي خدا بزاف ديال القروض. اللي وقع سي كو ملي سالا ملي بدا دوم يخرج 2021 2022 بقات توقع ريسيشن, داكشي كيهود. دونك داكشي ولات الشيرز كيهودو, الجينز كيهودو. دونك شنو خصك دير؟ خصك تلقى شي سوليسيون. السوليسيون اللي بدا هذا الفيلم هذا هو خونا إيلون ماسك, الله يجازيه بخير, فاش جلى على 75% ديال البنات. اي هذيك فاش ديك الجريه اللي دارها هو دارها بوغ ان ريزون, اللي كان باغي يرد تويتر بروفيتابل, على الاقل داكشي اللي داخل هو اللي خارج. هاد ليدي عجبات لي زانفيستيسور. دوك لي زانفيستيسور بارت منهم بداو كيبوشيو انه يو نيد تو ميك اكشن, خصك تطلع علينا, خصك دير شي حاجه. اي دونك الماركت ولات كتعجبو هاد البلان ديال ملي كتجري على شي واحد كي 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 ولات ترند اكثر منها اكسيون. بحال مثلا بزاف ديال لي زونتربريز عندهم الفلوس مي واخا كانوا بروفيتابل وكلشي وهكاك وجروا على بنادم باسكو هايراو اكثر من داكشي اللي كاين بزاف اللي ما لقاوش فين يخدموهم كاع باسكو هايراو بزاف, حيت كانت ساهله انك تهايري. ديك الساعه كيتقام عليك رخيص وديك الفلوس اللي كتسلف كتردهم رخاص. مي دابا وصل الانتريست ريت 5%, صدق 5% على شحال ما خديتيه, كلات غالي انك تسلف. اي دونك بوث سيو الموقع سيو جيو استراتيجي اللي قال وباد ديسيجن اللي تخداو في واحد الوقت والهايب ديال ام في سي سلور وشي لعيبات انتر في زونتربريز. كل انتربريز عندها البلانات ديالها. اكزاكتلي. دونك المشكل ديال الماركت يتسلف, ولكن المشكل ديال ليكونومي مونديال كما قال سيتمان جيو استراتيجي شنو كان واقع بعد كورونا وحرب ديال اوكرانيا وما يقع في الشرق الاوسط والصراع الصيني الامريكي. المهم كاع هادشي كاع ساهم في يعني الفيدرالي فاش طلع 5% كما قلتي هاد القضيه ديالها مهمه,
وكتلعب بزاف على لي زانفيستيسور يعني ما عندهمش شي طريقه باش انهم يتسلفوا ولا السلف غيجيهم غالي دونك ما كيلوحوش فلوس واش مينز الناس كيتقشفوا اكثر ولي كومباني تيتقشفوا اكثر. اسهل طريقه هو يجريو على بنادم كما قلت ما عرفتش واش وقعت في المغرب بزاف ولا لا. شي واحد في لي كومونتير قال لي يس ازويل كانت في المغرب ما نقدر لا نخيص هنا انا باش كاين واحد الاضافه ثاني دفاعيه ما نساوش على ان انفورماتيك غالبا من غير يعني تيك جاينتس ولا حتى تيك جاينتس براسهم راهم كيسيرفيو دي برودر كوميونيتي الانفورماتيك راه يعني واحد البرودوي اللي كيتعاونوا مع ناس اخرين الناس اخرين عندهم ازمه اذا غادي ينقصوا من 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 الكوست ديالهم يعني غادي ينقصوا من الفلوس اللي غادي تعطى للتيك كومبانيز يعني الريفينيو ديالهم غادي ينقص يعني غادي خصهم دراستيك اكشن كيف ما نيس قال محمد اللي غادي تردي المستثمرين ديال المساهمين باش عاوتاني شي طرح سالت اذا ديك كولاترال ايفكت هو هذا المهم هذه هي الدوره اللي كيدير الفيدرال ريزيرف اصلا الفيدرال بنك اللي كيديرها باش انه كيطلع التضخم خاصك تنزلوها اكزاكتلي كاين انفلاسيون كاين بزاف ديال الفلوس خاصهم يجمعوهم تطلعوا لي طوب انتيغي فاش غطلع غادي يكون لايك ريسيسيون ديبرسيون ريكوفري عاوتاني عاد اكسبونسيون هي غادي زعما سيكل ايكونوميك اللي باين صافي غير هاد المره حلوه بانهم يديروا اللايوفس كل مره باش تيحلوه صراحه المهم على حسب ما تيقولوا ما عرفتش اصلا الفيدرال بنك ديال الامريكان وقفها ب 5% بروبلي الكوارتر الجاي غادي تكون تقدر تهبط الشيء اللي كيقولوا دونك اتليست لايك الايكونومي مونديال غادي تولي ترجع شويه الا ما لقاوش عاوتاني شي سبب باش انهم يبلوكيها ولا يطلعوا شويه بعد بزاف الناس كيقولوا بان العام الجاي غيكون احسن اون تيرم ديال الايكونومي مونديال واش مين راه غادي تاثر حتى على الدوسكي سيليكون فالي والاي تي ان جينيرال. اوكي اوكي شكرا الشباب على هذه القضيه اللي دوك ما عندها حتى شي علاقه بالاي اي وانما الايكونومي مونديال ما جيو استراتيجي التايمين جا معاه وصافي ما عندها حتى شي علاقه اكزاكتلي شكرا. اخر 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 حاجه وقعت اللي وقعت تقريبا غير السيمانه اللي فاتت كنا عرفنا العام اللي فات كانت اضو شرات فيغما ولكن الديل ما كملش وغالبا حتى السيمانه الفايته الكرو شي محكمه في امريكا ولا شي حاجه ما اكسبتاش اليوم الديل حيت ما خضعش القانون المهم تي يساهم في قضيه ديال الاحتكار وشي سامثينغ سو دابا فيغما وادوب دي ار سيبريتد الديل ما داش فكر اسكون شي واحد الحاجه ارمو انفيديا دابا الى جينا نشوفو ستيت ديال ديزاين دابا عندك ما كتخدم بسميتو هو هذاك اللوجيسيال سميتو كاع مشات ليا ولا مشات انا راه عندك اللي فيه الدياموندا سميتو كاع انا مشات الراجل عندك دابا يا فيغما يا سكتش يا فيغما يا سكتش دونك الى ادوبي معروف على ان عندها لي برودوي في كل شيء عندها لي برودوي في كل شيء يعني عندها الفيديو اديتين عندها الايفكتس عندها كذا دونك كتولي هي مونوبوليس ديال 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 هذا المارشي هذا. انا كنت في الاول متوقع على ان غادي يكون صعيبه بحال كيما دازت مايكروسوفت باش مايكروسوفت شرات سميتها هي بيتيز شرات دازت الاخرانيه نفس الشيء موناس كالوف ديوتي صافي الميموار ديال ام صافي دي تنتفان يا سميتو هاد الاكيزيشن الاخرانيه ديال مايكروسوفت فاش شرات الميكا ديال كالوف ديوتي حتى هي راه دازت من ريغوليتوري هوردز ديال المعقول راه 3 سنين تقريبا ديال تماره ديال طلع ونزل وفي الاخر دازت لهم في الامريكان ودعاتهم الدوله وربحوها وفي الاخر الانجليزيه اللي حصلتهم راه يلاه دازت الاكيزيشن تقريبا شي شهر هذا دونك يعني داك الكونسوليديشن موفز اللي كاينه اكتيفيجن لاير ديك الصحه دونك اللي كاينه اكروس دي اندستري غادي نشوفوها قل حيت الجوفرمنت اربيين مور كوشوس في هاد القضيه هادي. كان ستانسوسي اللي كان من قبل وما بقاش في العشيه الاولانيه يعني انوفاسيون جري كذا مي دابا بدينا كنشوفوا الكونسوليداسيون بحال اللي طرا مثلا في امريكان براسها اي تي ان تي فاش كانت تشتوها العديد ديال الشركات والانوفيشن فلوريشات في امريكان. مايكروسوفت راه كانوا تايا كيهدوا على ان يقسموها من النص في 2000 هذيك بقات مهتمه هي بهذاك الشيء ديال الانتي تراست خلات ادر كومبانيز على انهم يبانوا دونك هذه حاجه ضروريه وعاديه وربما غادي نشوفوا ربما كنظن بان من الافضل بالنسبه لكل شيء ان فيك ما تبقى انديبوندنت وحده تبقى عندها فيجن ديال هذاك الديل في الاول
خصوصا لي ديزاينر اللي كيخدموا فيغما ما عجباتهمش ان ادوب تسيطر على فيغما سيرتو ادوب راه شي كلشي الا الانجينيرز ديال فيغما مساكن كانوا باغيين يديو شي مليونات ساعه ما كتبش اللي عندهم ستوكس وي يقدروا يطلعوا يوليو اكثر من ادوب في الاخر اي جيس ما تنضمش البوتونسييل ديالها غير الا ديفيرسيفي حيت ادوبي راه عرفتي شحال عندها ديال لاينز ديال البروداكت شحال اتي شحال قداش ادوبي راه ما يمكنش وحتى ادوبي عاوتاني راه كتميزي على الاي اي الا شفنا فيغما واي اي راه شويه محتشين مي ادوبي واي اي راه ماشيه في داك التراجيكتوار تاعها دونك ادوبي ماشي اي اي راه ثيرد بارتي وصافي المهم مي بون ولكن عاوتاني راه الانتجريشن كتربح راه دابا نعطيك انا واحد القضيه بان معايا واحد القضيه ادوبي كتجاوب لك على لي بيزوين ديالك ديال الكرياتيفيتي كترسم عندك كترسم بغيتي تصوب فيكتور تصوب فيكتور بغيتي تصوب ايفيكت تصوب ايفيكت بغيتي تماونتي تماونتي حتى راه كتكونترولي لك اللايف سايكل من الاول حتى الاخر دونك هذاك هذاك هاد الحاجه اللي عندهم راه عندهم شي حاجه دايره انا نفكرك بحال مايكروسوفت اوفيس مثلا بحال مايكروسوفت اوفيس نيشن دي ار نوت غانا ديسابير ولكن غادي يخرجوا ناس اخرين اللي كيديروا شي حاجه احسن منهم بحال كيف ما شفنا سميتها هي يا كانفا كانفا مثلا كانفا ها هي كلات لك من عند مايكروسوفت اوفيس وكلات لك من عند ادوبي دونك غادي نبداو نشوفوا غتحل ناس اخرين انهم يكرييو دي يوز كيس اللي ربما الاخرين ديجا دابا تيحلوهم مي تيحلوهم ديفيرامون اوكي ثانك يو فيري ماتش جو كوا سيرنا كاع الحوايج اللي بغينا نديرو غادي ندوز على واحد اربعه ديال الكيسيون اللي تعاودوا بزاف So if a beginner want to start contributing into open source, what would be the kickstart? Quick answer. Octoberfest. Yeah. ولا البروجيكت ديال كيكس بلا بلا. Exactly. اجمل له واحد باص وما تسوق ليه حتى واحد راه قال لكم تجربه الحلقه ديال السرغيلي كيجاوب على السؤال درتو ليه مسكين انيوري انا خاطر كاين السيت من صراحه عاود طرح السؤال يوسف باش لا صافي يوسف دار ليك لعيبه سكت صافي انا صراحه عندي حيت صراحه شي واحد كيسول السؤال كتعرف بانه لايك واش الطريقه كيفاش كيابروشي السوجي واش هي صحيحه ولا لا انا كتجيني ماشي هذه هي الطريقه باش ابروشي السوجي نتاع الاوبن سورس كيجي لي كمونطاليتي يعني ما كتجيش واحد النهار وتقول اي ويل ستارت اون ات كتجي كتخدم شي حاجه ديال الاوبن سورس وكتلقى فيه واحد المشكل وكتفيكسيها هذه هي البيست ابروش الا بقيتي تابع هذه القضيه انت كتفيق الصباح وتمشي تقلب على لي بروجي اوبن سورس باش تفيكسي فيهم شي حاجه ولا باش تستارتي فيهم اتس نوت ا جود استراتيجي اي جيس خصك تبدا تخدم شي حاجه بيلد دي بروجيكت بيلد دي ثينكس كتخدم فيهم شي حوايج اللي هما اوبن سورس كتلقى فيهم دي زيشيو وكتشارك هذوك لي زيشيو مع الناس وكتكونتريبي فيهم هذه هي الاوبتيمال لايك سيناريو ماشي هي كتفيق الصباح وتمشي تخدم شي حاجه اوبن سورس اي جيس راهي ديالي صافي متفق معاك غير هو عاوتاني الاوبن سورس ماشي هو برينسيبالمون كونتريبي في الكود مي خصو يكون عارف اش من دومين او موا وشي بروجي اللي غيكون غيفهم ليه تقدر يكونتريبي في فيكسي شي تايبو كان كيقرا الدوكيمونطاس شي حاجه بانت ليه الدوكيمونطاسيون ناقصه شي لعيبه ولا سميتو ماشي نيسيسيرمون ديما الكود يوقع شي ايرور يعمر شي ايشيو ولا يحل شي بور ريكويست على حساب داك ايرور المهم خصو يلقى كيف ما قلتي خصو يلقى الدومين بلس اللونغاج بلس البروجي وهادي غالبا اسهل طريقه هي انك تكون خدام بهم ديجا وديك الساعه تكون مزيان متفق معاك هذا مكان وراه كاين بزاف ديال الحلقات المهم شحال هادي ما صيفطتكم شي حلقه واحده اخرى راه كاين بزاف ديال الحلقات اللي كندويو فيهم على الاوبن سورس تقدر ترجع عليهم في الويب سايت كاين واحد السؤال اخر اللي هو اخا قالك الدراري عندي سؤال بغيت نجي لي زيفينمون ديال لانفورماتيك مي ما عرفتش امتى واش كاينه شي بلاتفورم فين نقدر نلقاهم انتريستين كويشن Actually, I think it's really the question we it can turn out into a project. الله يجزاك الله عافية عندي نفس الفكرة وحق ربي إلى فراسي. أنا الأولى قلت الفكرة. شوف الفكرة لا تعني شيء العمل. شوف هي صراحة الفكرة واعرة حيت كاين دابا كاين تبارك الله لي كوميونيتي بزاف في المغرب
اللي تيدوي بالدارجة تزيد الكونتنت ديال ما بالدارجة ولا ماشي بالدارجة ماشي مشكل. غير هو كاين دابا بداو تيرجعوا لي زيفينمون اوفلاين وحتى الاونلاين، دونك غتكون شي حاجه اللي مثير الانتباه انتريستين. كنحاول نهضر بالعربي باش يكونوا هاد لي زيفينمون كاملين سنتراليزي في بلاصه واحده ويدخل اي واحد اي وقيته وغادي يلقى داكشي اللي قرب ليه. بحال الشكل ديال بحال البرانسيب ديال ميتر، لكن انا ديجا هادشي وقيله بلانيفي اللي انا ويوسف واحد البروجي اللي سميتو اوسم مروكو. اوكي واحد البارتي ديال زيفينمون بلانيفي العام اللي فات. خلاص راه بلانيفي العام اللي فات. المهم راه ممكن البلاتفورم ولكن الطريقه وداكشي باقي ما عرفناش كيفاش غنديروا. المشكل بحال هاد الحوايج هو الطريقه. إلا كانت شي حاجة اللي تكوليكتي بها هي الفكرة ناضية، ولكن إلا كانت شي حاجة اللي تكونسومي لك مور انرجي دان اتش وورث ات سو كتكون صعيبة. شنو هي الطريقة باش تكوليكتي؟ شنو هي ذا بيست واي؟ تنهضروا في هادشي في الجروب، ولكن غير باش نجاوب على السؤال ديال السيد اللي طرح السؤال، هو انه ديجا الا كنتي متبع جيكس بلا بلا في لينكدين ولا في تويتر راه كنحاول نشريو ماكسيموم ديال ليزيفينمون اللي تيكونوا دايرين في المغرب، يعني سواء اوفلاين ولا اونلاين، وهادشي اللي كاين. المهم كنحاول نجمعوا اللي قدرنا عليه واللي كيشيروا معنا الناس اللي ما كنكونوش عارفينهم اصلا واش كاينين ولا لا. دونك غير ستي اب تو ديت صافي. ثانك يو. كاين واحد السؤال ولا غومارك ديال قال كاش بان لكم في الدراما اللي كانت وقعت في اوبن اي اي جراو عليه اكسيتيرا اكسيتيرا اوبن ماسك ايلون ماسك دخل لافير، واش ما كيبانش لكم هادشي كاع اللي وقع واش هو واحد دانجيروس اليمنت وكيعني بانه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك؟ المهم انا صغت السؤال بطريقه اخرى، سمح لي اخي معاد كمل سير جاوب. كنظن بلا تأميوتها في دقه عبد الرحيم واش ما عندك في نفس الوقت ماني ضغط على الزر الاول سرحات من سير سبحان الله. زعما انا سكون عندي البينغ احسن من عبد الرحيم، ما يمكنش البينغ احسن منكم انا الاخراني. انت وركتي بكري عاد وصلات واقع. واش غتجاوبنا ولا باش تعرفوا راه باش تعرفوا راه صافي راني بديت تنطفى انا شنو دابا ديش عليا ديش عليا. هذا البوان هذا ديال اوبن اي اي هو اللي جاني اكثر حاجه زعما خطيره زعما، ولا البوان اللي ربما غادي نشوفو من بعد ربما يكون عنده سيغنيفيكانس كبيره ربما ما يكونش عنده ديال بنادم ولا رد البال بلا بان واحد الحاجه اللي ولات اساسيه الكونترول ديالها عند شركه واحده. هاد ليكزيرسيس اللي طرا تما، تخيلوا معايا شحال ديال الناس اللي بانين دي سيرفيس مبنيه على اوبن اي اي بما فيها مايكروسوفت براسها كوبايلوتس ديالها وداكشي كامل مبني على اوبن اي اي. واحد الصباح اوبن اي اي سدات ولا ديسيدات على انها تبدل شي حاجه بيسكو داك الموديل غافرنس عندها داير، دونك بنادم غادي يولي يرد البال. هذاك الشيء انا كنظن، وانا كنمشي مع الطرح ديال بناء على المعطيات اللي كاينه دابا، كنظن بان المستقبل في هذا الشيء هو اوبن سورس. المستقبل لارج لانجويج موديلز هو اوبن سورس. شنو هاد المعطيات هذه؟ بناء على المعطيات شويه مشكل. بناء على ديك بناء على المعطيات هي شنو هما يعني هذاك الشيء انا اللي فهمت يعني اللي كتبع داك التايم لاين ديال الحدث كيفاش طرا. هذه وحده. حاجه ثانيه ملي تنشوفوا الناس الاخرين شنو تيديروا، ملي تنتبع مثلا يان لاكون ديال ميتا شنو الكلام اللي تيقول يعني على الماشين ليرنينغ ولا لا اللي مسفين غاديين، ملي كتشوف مثلا جوجل تاهي الطريقه ديالها كيفاش غاديه، كنظن بلا حتى شي واحد ما غادي يبغي يعود الموديل ديال ان فيسبوك تاخذ لك كاع الداتا ديالك ديال السوشيال ميديا مثلا، ولا جوجل تاخذ كاع المعلومات ديالك ديال السيرش. راه شفنا دابا مؤخرا غير جوجل سيمين اللي فات جوجل بلاي اللي داكشي اللي ناض عليها فسميتو ملي لقاو بان كانت تخلص مثلا دي سوسيتي بحال ايبيك باش انها ما ديرش اب ستور في اندرويد مثلا، تتخلص فلوس باش انها ما ديرش اب ستور مثلا تماك. العام الجاي اللي تيقولوا ابل ربما الاتحاد الاوروبي ربما تسنح ابل باش دير سايدونين الاتحاد الاوروبي. شفنا ويندوز عاوتاني كتحيد لك كاع هذاك الشيء كاع دوك الان بيلت سيرفيسز ديال ويندوز، يعني مثلا كاين لي فيرسيون غير تبع في الاتحاد الاوروبي ابتداء من العام الجاي، فيهم لا ايدج فيهم لا ميدي بلاير لا حتى شي حاجه. دونك الاتجاه ديال المارشي ولا الاتجاه ديال الريجوليشن بصفه عامه ماشي على الاوبنس، سورتو شي حاجه اللي كتبان كريتيك وتتبان شي حاجه بحال كاع اي اكت مثلا تاع ديال الاتحاد الاوروبي اكسيتيرا. دونك كنظن بلا
باللي حنا غاديين بزاف في التوجه هذا ديال ديك ديك سنتراليزيشن والجلوباليزيشن غادي وكتقل وديال كل واحد على انه يبيلدي واحد يفورك واحد الحاجه ديالو هي اللي غتولي اكثر والله اعلم. شكرا يا سي عثمان. عندي واحد الغمارك الساعه اللي وراك ما محقاش تتقدا الربعه ديال شي هادشي هادشي ولا ركزي لي بالا خيس راه غير ما كاينش في المغرب اخي يوسف. اوكي هذا باش تعرف الا راه واحد القضيه واحد القضيه تما. المهم راكم كاملين شفتوا في الكومونتير محمد داوتي قال لك راه تما بغى يجاوب على السؤال اللي فات. اذا السؤال اللي فات داكشي اللي وقع شويه اي بليف توقع في بزاف ديال الشركات. سير شوف الشركات ديال الفاينانس وهذا هما اللي معروف عليهم هذاك النوع ديال 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 الاحداث ديال انه تيحيدوا السي او مثلا تيجري عليه البورد ولا البورد توقع فيه مشكل. وهذا في الاي اي زعما في التك ماشي بزاف مي هادي تيمدياتيز زعما شويه اكثر من القياس حيت دابا حيت الهايب ديال الاي اي وان ستاف ما عندها حتى شي علاقه زعما بلي هادي غتعطيك انديكاسيون على شنو يقدر يوقع ولا شي حاجه بحال هكا. حيت طونكو كاينين الناس اللي مخلصين فلوسهم دي زانفيستيسور اللي مخلصين فلوسهم على دوك الشركات داكشي ما غاديش كولابسي لايك بحال هكا. زعما راه خاصك باش انك تريب شركه بحال اوبن اي اي ومثلا اللي عندها علاقات كما قال عثمان مع مايكروسوفت وشركات وحدين اخرين اللي مبازي اللي سيرفيس ديالهم عليها راه زعما ما ساهلاش. اوف كورس راه ثانيين ديغيغ كاينين اي سي ليز اللي مسنيين ديال دي اغريمنتس اللي خاص الشركات انهم يديروها. دونك داكشي اللي وقع في البورد ما عنده حتى علاقه مثلا بهداكشي اللي غادي يكون لك في الكوطه ديال البروداكت ولا ديال بلاتفورم از سيرفيس اللي تعطي لك الشركه. ما يقدر يعطيك دي زانديكاسيون على انه مثلا شركات وحدين اخرين عندهم مثلا عندهم استراتيجيز ديال انهم يديروا دي سيرفيس لي كومبيتيتور ديال هادشي اللي كاين. الموف اللي دارت مايكروسوفت مثلا فاش انها فكات الهايرين ديال هذوك الشوج مثلا خاص غير بحال تتفرج في شي فيلم صافي اللي بزاف ديال الحوايج فيه ما معروفينش. ما داكشي اللي باين زعما ما تيعني حتى شي حاجه. داكشي اللي باين راه بغاوك انك تعرفه زعما سامها. اوكي المهم الفيلم ديال نتفليكس مازال ما خرجش تيتسناو مازال ما خرجش اكزاكتو. ولا ابل تي في بحال اللي داروا في داك الوي كراش ديال وي وورك. تمام سي محمد بغيت تجي اضافه ولا صافي؟ لا بغيت ندوي المهم اضافه بسيطه. صعيب ان نعرفوا شنو وقع مي البلان ديال ايلون ماسك فيري سمارت جاي عنده بزاف ديال الحوايج مزيانين ماشي اي حاجه قالها قران المنزل دونك ماشي اي حاجه قالها راه هي الحقيقه. عنده بزاف حتى هو ديال الحوايج اللي كي خربق فيهم حتى هو راه خدام على واحد غروك داك غروك باللي باغي يديروا فيرجن لي ليس بوليتيكلي كوريكت دان تشات جي بي تي زعما الاي اي ديال الناس ماشي ديال الكوربوريشن. يا المشكل انا كيجيني بهذه القضيه ديال بوليتيكال كوركتنس اكسيتيرا. واصلا بنادم كبنادم ضروري كاين الناس كيبغيو وناس ما كيبغيوش عادي صافي. الاي اي راه حتى هو نفس الشيء الاراء ديالو ما كاينش شي راي كيتفقوا عليه الهم وقيت كتجيني انا بدا 100% اوكي القضيه ديال ما ريز وريز ريغولاسيون عاوتاني على حساب البلاد اللي مرانين فيها هذاك السوفتوير. راه تمشي لاوروبا يقول لك لا ما خاصوش يقول هذه. غتمشي هنا يقول لك لا ما خاصوش يقول هذه. تمشي لواحد الدوله اللي عندها مشكل مع واحد الدوله واحده اخرى ما خاصوش يقول باللي هاد البارتي متنازع عليها خاص يقول ديال هاد الدوله. المهم غيكونوا فيرجنز فهمتي يكونوا فيرجنز ديال
على جوجل ماب. شفتوا على هذه القضيه ديال النيت؟ القضيه ديال النيت كاين واحد البودكاست اللي ننصحكم تسنتوا ليه ديال واحد ديال ديفز كراج، هذاك واحد الريتايرد انجينير ديال مايكروسوفت هو اللي صاوب تاسك مانجر، وغادي يجيب واحد السيد اللي خدم في مايكروسوفت بزاف باقي لحد الساعه خدام في ويندوز، وغادي يعاود لهم على هذاك الويدجت داك اللي كيطلع فاش كتبغي تبدل التايم زون ديالك. باش تبدل التايم زون كاين واحد الماب كيطلع وكتكليكي على الدوله كيكليكي ليك على سبيسو. هذاك حتى هو فيه واحد الحريره طرات واحد البودكاست رائع مع واحد السيد اللي دوز بزاف تماك. اه صافي بارطاجي معنا اللينك الله يعطيك الخير. شير معنا اللينك. كاين واحد السؤال من التاريخ والجغرافيا ايش يعني المشكل صراحه السؤال ديالو فيه التاريخ والجغرافيا. هذا عثمان متنكر. اه عثمان متنكر سؤال سوسك الجغرافي هاتي ستان اكاونت ديال عثمان. يمكن واحد المسجد ديال انه ولاو بزاف ديال الهجمات على المغرب مؤخرا، شفنا احتراق ديال القناه الرياضيه في يوتيوب انوي، واش زعما لي هاكر بداو تيشوفوا جهه المغرب؟ سؤال ماشي عاد بداو هادشي راه تجارب العمل من شحال هذا يا تخلي شي حاجه راه اللي غادي يقدر يعطينا بزاف في هذا الشيء زعما بزاف المعلومات في هذا الشيء هو سي عبد الرحيم. لا لا الو ديستي الو 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 هادي درتي واحد الباستوين غير هادشي واحد الرعب. انا ما عرفتش كلشي علاش يدوز شي ديال السيبر انا ما غنعرفش ليه الله. صراحه ما غير اير وايت هاد صراحه يعطينا باش ندورو بلاتي بلاتي انا غنغسل انا غنجيبو مريم كتبرر المغالطات. اه هادشي اللي وقع زعما الرياض عادي يقدر يوقع لاي واحد عنده شي يوتيوب زعما لايك الى 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 هبطي الكارد ديالك راه غادي يدوا لك شي يوتيوب وغادي يطلقوا فيها مثلا لايف ستريمين ديال الكريبتو ولا شحال بحال هكا دونك عادي جدا. كويستيونابل زعما الناس اللي مكلفين بالسيكوريتي الا كاينين في هذوك النوع ديال لي زورغانيزم لي بلوز او مون كبار في المغرب، هما اللي خاصهم صراحه اي بليف مور اويرنس بالمشاكل اللي كاينين. لي زاتاك ديال الهاكر راه زعما كاينين ديما، اغلبيه ما كاينش شي حاجه سيريس لايك سكريبت كيديز اللي تيحاولوا انهم يجربوا شي لعيبه تلقاهم في الانترنت، ما تتبانش ليا زعما باللي راه شي اتاك اللي تيستهدف المغرب ولا كبير ولا شي حاجه بحال هكا. اللي غناخذو اون كونسيديراسيون داكشي اللي وقع زعما ديما تيوقع ديما تيقعوا دي انسيدنس زعما في لي سيت ديال الغوفنيت مثلا ديال الدوله ديال لي زونيفرسيتي ديال هذا، وتيكونوا غير دراري زعما سواء مغاربه سواء وحدين اخرين. الحاجه اللي كونسيرنين واحد شويه هي الداتا اللي بدات تتباع ديال كاستمرز مغاربه في سميتو اي بليف كلشي وصلوا دي زيميل ولا دي اس ام اس ولا واتساب ديال سبام مثلا، حيت اي بليف تهكات افيتو تهكاو بزاف ديال الشركات اللي كبار في المغرب، وديك الداتا تتبع بوبليك من في الانترنت. هنا واقيلا خاص الدوله تكون شويه مونستريكش اباوت زعما الطريقه باش تجمعوا هاد لي سيت الداتا من عند الناس، وانهم ياسيغوا زعما انه يديروا شي قانون ولا على الاقل ادوبتيو شي حاجه جي دي بي ار ولا شي حاجه واحده اخرى باش انه يكون عندنا شويه ديال الغارونتي ديال شي واحد تقدر تهضر معاه الا وقع مشكل. ولكن النصيحه للناس هو انه الا جاك شي سبام حتى سبام زير بلوكي وصافي ما تبقاش طول شي. اش بونس يوسف عاوتاني باش نكمل على اللي قال عبد الرحيم، هو انه ديجا كنا درنا واحد الحلقه ديال ذا ارت اوف سايبر سيكيورتي، جبدنا منه ديكا فيغور اللي واقعين صراحه بحال هادشي. والشباب احمد وعثمان كانوا عطاو بزاف ديال الكي بوينتس اللي يقدروا يعتمدوا عليهم الناس اللي مختصين في هذا المجال هنا في المغرب باش يحلوا هاد المشاكل. صورة الحلقة كاينة في إكس بلا بلا already، بغيتو تفرجوا ولا تسمعوا لها. Thank you.
هذا السؤال كاين بجوج اسئله ولكن غادي نخلطهم في سؤال واحد. الديبا ما بين انجينيرز و سيلف توت والقضيه ديال واش ضروري خصني شي دبلوم من يونيفرسيتي باش انا نابلاي في جوب ان مروكو؟ لا ريبونس على السؤال الثاني. ان مروكو جبن راسي وجبد ما عنديش دغري يا صاحبي. لا اي اندرستاند غير هو دابا عندك اكسبيرينس كاين اكسبيرينس كاين عاوتاني دابا اللي ولا تريندي هنا في المغرب ولا شي حاجه اللي مهم هي بوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت. بداو كي هايريو التالنتس بزاف ستارت اب صغيرين ولا حتى في الشركات يعتمدوا داك سيستم امريكان شي شويه ديال يو نو هاو تو سولف ذيس صافي يور ان بلا كدوز دي تيست هكا كيشوفوا شنو تحت راسك زعما في بروبليم سولفين ولا حتى في تكنيكمون بارلون باش كيقدروا يعتمدوا عليهم لايك هاد الماتريكس كيعتمدوا عليهم باش كيهاريو الناس. دغري ماشي ريليفنت بزاف غير لك تي غتخدم في ستراكشر اللي كبار شي شويه ريكويرد وكتنفعك الا بغيتي تمشي بعيد شي شويه. ما فهمتش انا علاش كتصلح صراحه ما نقدرش نقول لكم بزاف. انا كيبان لي هذا بين لي سوجي اللي صعيب ان شي واحد اخر يجاوبك عليه ديال زعما صعيب حيت كل واحد غيعطيك البوان دي في من ليكسبيريونس ديال كتبقى اي ديبينس كتبقى اي ديبينس اكزاكتلي سيلف ثوت الى لقى لي اوبورتونيتي انه يتعلم باسكو مثلا شي واحد اللي سال قرايه ديالو دار ديبلوم في شي دار ديبلوم في شي بلان صعيب انك ترجع وتقول لي رجع قرا 5 سنين وحده اخرى باش تاخذ ديبلوم في لافورماتيك. ديك الساعه سيلف ثوت تيكس ريلي سنس باسكو كتحل لي اوبورتونيتي انه يسويتش الكارير ديالو. الا كان شي واحد يلاه بادي سميتو بادي يلاه سال ليسونس دوك باك كقلب فيني 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 يكون هنا مازال عنده لو شو هنا مازال عنده الاختيار. ديسكليمر ما بقيتش متبع المارشي في المغرب مزيان مي مازال السيستيم القديم هو اللي طاغي اللي هو ديال باش تيفولوي غير خصك ورقه خصك ديبلوم سميها ورقه سميها كارطونه سميها ديبلوم سميها اللي بغيتي. مي الا كانت عندك الكارطونه الا كان عندك الديبلوم كتوسع الافق ديال السيرش ديالك وفين تقدر تلاندي جوب. سينو غتخدم في هذوك سينو لك سيلف توت غتخدم في دوك اللي عندهم يو نو يور ستاف يو ويل جيت هايرد اللي دويت عليهم مريم. سكي بيان سي كو دابا كاينه لوبسيون لانه بجوج بهم تقدر تلقى خدمه شي حاجه اللي ما كانتش قبل حاجه زوينه بزاف في المغرب. مي مازال السيستيم الاخر ودراري كوريجيو لي الا كنت غلط باسكو كما قلت لكم ما بقيتش متبع السيستيم في المغرب بزاف. مي راه مازال السيستيم الاخر هو اللي طاغي ولا كيبغي تبدلهم شي مور ستاندر كومباني في المغرب اللي باش ايفولوي غير خصك ضروري واحد ديبلوم ولا غير باش تدخل كاع غير خصك واحد ديبلوم باش يكلاسيوك ملي غتبدا تما ايت جيت تريكي. مي سيلف توت مزيانه كتعاون برا الا كنتي باغي تمشي برا تقدر تسهل لك في شي بلدان البروسيدور ديال تاخذ الاوراق البيرمي ديال بيرمي دو ريزيدونس ولا شي تسمى لا كارت دو ريزيدونس باش تاخذها واش تاخذ ديك البيرمي باش انك تخدم شي دوله اخرى. كاين شي دول مازال خصهم ديبلوم اي شي دول لا. دونك انا ام جاست ستيتين فاكت وفين تقدر تحتاج الديبلوم ديالك وفين لا ابري ديسيزيون نعاود نقول راه كترجع لك انت. كتجيني بين الحوايج اللي صعيب ان الواحد يعطي فيهم راي سورتو كتقدر تافيكتي الكارير ديال بنادم من هنا لقدام. يا 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 شكرا الشباب. المهم حاولنا نجاوبوا على كاع الاسئله تقريبا. المهم كاين اسئله على 337 كيفاش كتبان لكم اكسيتيرا اجيت فروم زعما غير لونطوراج نتاع الناس اللي قراو في هاد لي زيكولادو دي ار غود تو بي اونيس خدامين معنا شي وحدين منهم دي ار غود زعما تلقاو خدمه في لو بار ديال الوقت دونك اتس ا غود اتس ا غود بليس لايك تو ليرن الى تقبلتي. لا ولكن الناس اللي كينساو في 337 هو كاين الناس اللي كيديروا الدبلوم وكيقراو في 337 وكاين الناس اللي كيقراو غير في 337 راه كاين اللي كاين بزاف اللي عنده دبلوم اي 337 مزيانه صحابنا الله يعمرها دار. مي
بزاف كنديروا الكونفيوجن ديال كاين اللي خدام غير في 13 37، راه كاينين كاين لي دو اوبسيون غير باش التوضيح وصافي. اكزاكتلي اوكي، شكرا شكرا الشباب، جو حاولنا نجاوبوا على البلوبار ديال لي كيسيون اللي قلنا ليه. السؤال ديالو هو يسمح لينا يا اما ما سولوش بطريقه مزيانه يا اما انا نسيت وما شفتوش. اوكي اريز وري ريز ولا ما بغيتيش تجاوب ولا ما بغيتيش وحده في ثلاثه باش نكون صريح معك. لا واش انا يوسف كاين الاسئله اللي كيتعاودوا في كل لايف خليهم لعب زي بحال هاد الوقيته. لا ماشي داكشي، ديجا جاوبنا على كل كيستيون في دي زيبيزود اللي فاتوا، يعني الناس اللي كيتبعوا راه غادي يعرفوا فين يلقاو لا ريبونس. اكزاكتلي، دونك باش ما طولنا بغيت نقول باش ما نطولوش ولكن راه طولنا صافي. كلمه اخيره اش يقولوا الشباب في هذا راس العام هذا؟ كلمه اخيره مريم عبد العطي رحيم عثمان محمد. سير مريم. اوكي ديجا نقول لكم سنه سعيده، ماشي سنه سعيده صراحه ما بقيتش كنحمل هاد اللعيبه. المهم كنتمنى لكم عام احسن من هذا اللي حنا فيه. الناس كاملين المتابعين ديال جيكس بلا بلا اللي كيتفرجوا فينا ولا اللي تبعوا معنا اللايف حتى الاخر، مزيد من العطاء ان شاء الله والسكسس، ونشوفكم العام الجاي ان شاء الله. شكرا يا مريم. تعطي مزيد من العطاء والتالق. اوكي انا بدات خلي غادي نقول هو لا تخافوا ولا تحزنوا، دفعوا البلا بلا كونف سبميت يور توكس ديالكم. واش عارف الناس كيتشوا على اللي ما خداويش معنا. الا كان شي واحد كيقول مع راسو بلي بيتيت خرا ما عندهم ما يتقال زعما يو شو تراي، اي واحد كيقولها مع راسو في الاول حتى انا قلتها مع راسي وفي الاخر قد دي توك و اي واز اكسبتد و ذس توك، سو بليف ان يور سيلف وان شاء الله يو ويل غادي تبيني في شي ناس زعما غادي تفيدهم بداك الشيء اللي عندك وبالتوفيق. شكرا يا سعد العدد عبد الرحيم. شكرا شكرا على استضافات ديالك السي 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 يوسف. او صافي سنه سعيده للجميع، نتلاقاو العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله سي عثمان. انا نقول حاجه، الله يرحمنا برحمته، الرحمه راه فيها بزاف ديال الحوايج، يرحمنا برحمته خصوصا الشتاء، يجعل ان شاء الله السنه يجي ان شاء الله فيها الغيث وفيها الخير ان شاء الله للجميع. هذا اللي نتمنى، الله يقدم الوضعيه الجيوسياسيه ديالنا داكشي اللي كاين. العام الجاي المغرب وصل للسويد بالبرد دابا الدعوه ديال عثمان. سي محمد نسيت كرسول الله، الله يرزقنا الشتاء كيف ما قال عثمان. عثمان زين مضرور من جهه الشتاء صراحه، راه سيتياسيون انكيتونت الله يصوب. او شكرا الناس اللي تبعونا العام، وان شاء الله العام الجاي غيكون استمراريه علاش لا محسن، كاينين بزاف ديال البروجي خدامين عليهم، دونك شي حاجه تريليزات شي حاجه باقا جايه في الطريق. عبد العاطي دوى على سي اف بي، كنأكدوا على هذا البلان ونقدر انا ندوي على ستيت اوف ديف، وانا نخلي ندوز على يوسف اللهم يستر. وصراحه حمزه الدباغي قال لك الله يحرر فلسطين، اللهم امين. وضعيه ديال الناس في فلسطين الناس السودان شويه كيدوت، الله يدخل لهم العام الجديد باستقلال والوضعيه ديالهم تحسن ان شاء الله. الشيء اللي كاين. شكرا شكرا الشباب، كانت حلقه جميله. يعني انا بعدا صراحه ما حسيتش بالوقت، واخا كنت الحنجره ديالي مازال ما صحاش 100%، ولكن توازن ماشي اول مره خيوت. اكزاكتلي ما حسيتش بالوقت، it was nice talking to الشباب اللي كيتفرجوا فينا. شكرا بزاف، سيو تقريبا. المهم وفات الحج الجاي 31 في الشهر، دونك مازال العام ما عرفتش غادي تكون الحلقه ولا لا، ولكن هو ولسي ديبند اون والاحوال الجيوستراتيجيه والجروب واش غادي تكون ديال الكاس العام. عبد الرحيم ما تساليش اكزاكتلي اخويا، ما تساليش خاصك تخدم جوج خدمات باش يلا تاكل الخبز. دونك الى اللقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله ولا العام الجاي.